قبل البري منسترال قبل المنسترال سايكل او المنسترال سايكل المراحل اللي بيحصل ديورنج البريجننسي وبعد البريجننسي في مرات كثيره قوي بتتعرض ليها امراض نفسيه. عشان كده حبينا نعمل شابتر في الموضوع. لقينا ان في ناس كثيره كانت بتاخد الموضوع ده والاكزامبلز اللي احنا بنقولها حتى الكلام كله النص موجود يحصل ايه انهم يدخلوا خناقه كبيره في الشهر ويبقوا هيتطلقوا. فبيحصل ان الفهم الزوجي ده الجميل دي كذا مره بدل ما يجيبها العرض يبقى اسمه ديسوردر. تمام؟ زي البانيك ديسوردر والبانيك اتاك. البانيك اتاك واحده لما بتتكرر كتير كتير كذا مره على كذا سنه اسمها بانيك ديسوردر. عشان كده سميناها بريمنسترال ديسفوريك ديسوردر. بريمنسترال ديسفوريك ديسوردر. فبقى الموضوع متكلم بالنقال والزعل والتوتر والقلق بيحصل في الوقت او ان هي تتخانق ولا تتخانق. عشان كده ادرجناها على الامراض النفسيه. اهم حاجه من الحاجات المانجمنت بتاعه يبقى السبورت سايكوثيرابي. انت بتفهم ان انت محتاج تبقى داعم في خلال هذه الفقريه. مش قصدها تتخانق مش قصدها تبقى متوتره بس ده نوع من انواع الامراض النفسيه يستدعي منك الدعم النفسي. ممكن يعدي بدون علاج دوائي مجرد العلاج الدعمي اللي هو السبورت سايكوثيرابي والعلاج النفسي السايكوثيرابي اللي هي بتتكلم عن المشاكل والضغوط ازاي تفكر في الضغوط بشكل ايجابي. بص لو عايز تسال على حاجه لو انت عايز تسال على حاجه ما يعني اسالنا انا يعني ومسيبك الكتاب اسمع عليه هتلاقيه كله في الكتاب. اوكي؟ الكتاب فيري كونسايز. تمام؟ في حاجه ثانيه خدتوها تبع الناس اسمها السودوسايسس اللي هي الحمل الكاذب. عارفين طبعا احنا اول ما اتنين يتجوزوا خلاص بعد ما يتجوزوا ساعتين خيالي الاطفال حملته ولا لسه ايه يا عم جو الاستريس اللي بيعمله المجتمع ده. جو الاستريس ده بيخلي على مستوى اللاوعي الفيميل عندها استعداد ان هي نفسها بقى تحمل وتخلف عشان حماتها بقى ما تطيبش عيشتها. والجو اللي بيحصل في بعض المجتمعات يعني مش هنخبي عينينا بيحصل. تبدا بقى في سايكولوجيكال على مستوى سايكولوجيكال مين بقى احتياج شديد قوي على مستوى اللاوعي اللي هو النون كونشس بتاعنا اللي هو زي ما اتفقنا النون كونشس. احنا كده كونشس. النون كونشس هو البلاك بوكس بتاع كل واحد فينا اللي مليان بقى رغباته والديزايرز والفيرز ومخاوفه وكل الحاجات دي. فيبدا بعد كده ان احنا تبدا عندها انتنس ديزاير انها تبقى حامل فيبدا يجي لنا اعراض شبه اعراض الحمل بالظبط. نفس الاعراض تيجي بالظبط ان يبقى زي امتلاء في البطن وتبدا تحس انها بالظبط والمنوريه وتبدا تروح لدكتور النساء انا حامل ويعمل لها الترا ساوند ما يلاقيش حاجه يقول لها لا الاعراض دي حمل كاذب زي ما بنسمع الكلمه دي في الافلام قوي شهيره والمسلسلات يحبوا لا ده حمل كاذب. فسودوسايزيز. فنبدا بقى بعد كده العلاج النفسي. اول حاجه فاميلي اديوكيشن نقول للفاميلي ونعلمهم يا جماعه ما تضغطوش على الناس. النساء زمايلنا في النساء الابحاث الجديده بتاعتهم اثبتت ان تاخر الحمل بيجي بعد سنه. يعني امتى تقول ان دول اتاخروا في الحمل؟ بعد سنه من النورمال لايف من غير اي وسائل حمل ولا حاجه. لان في ناس بعد شهرين ثلاثه يروح يقول لك اعمل حمل جهاز. يا سيدي لا الكلام ده غلط. بتوع النساء نفسهم بيقولوا هذا الكلام في التلفزيونات وفي كل حته. يعملوا بيعملوا كلام ووعي في الموضوع ده كويس. طب محمد صباح الفل يا باشا. انا في المحاضره يا باشا هخلص واكلم حضرتك. حاضر يا بروف. ماشي يا باشا. ما تسيبش. طيب في حاجه ثانيه بقى لانها في المجتمع ظاهره قوي
اول من دول ماشي. انا والله عشان انت ما تتشتتش خليني بقول كلمه يا سيدي. في حاجه اسمها دلوقتي الابيوزنج مادر سبستنس ابيوزنج مادر بقينا كتير دلوقتي وما بقيناش نستغرب. تلاقي في العيادات في ايدز جايين يقولوا والله دكتور انا بشرب سجاير مش عارف ابطلها. انا والله ساعات باخد منومات مش عارف ابطلها. انا باخد في بعض الاحيان مثلا كحوليات او جوزي ساعات بنشرب مع بعض مثلا حشيش او حاجه زي كده بيحصل وبنشوف ده. او بناخد اقراص مثلا ترامادول عندها كرونيك باك بين او عندها جوزها بيديها ترامادول. الحاجات دي كلها بنشوفها بقت ظاهره كتيره قوي. او انا بدخل حشيشه ومش عارف ابطلها الكلام ده. ودلوقتي انا داخل على حمل اعمل ايه؟ ابطل ازاي؟ دي حاجات مهمه قوي ان انت تعمل سكرين لان الدراسات لقوا ان الام وفعلا دي حاجات والله شفناها بعينينا. الام سموكر لما تيجي تجيب طفل بتجيب طفل اللي هو لو شايلد لو بيرث ويت وبريماتيور يجي قبل ميعاده وينزل حجمه صغير ووزنه صغير قوي اللي هم مستغربين. بدانا نعرف الحاجات دي ريتروجريد. كان زمان الموضوع على المستخبي الام تبقى بتدخل وما حدش عارف نادر او ساعات جوزها ما بيبقاش عارف. فيبدا الموضوع او دلوقتي كمان تطور السبستنس بقى في هيروين بقى في كوكايين بقى في حتى الكافيين قدر تم ادراكه في المواد المكيفه دي وده هنقوله في اخر المحاضره النهارده. فلازم يبقى في ويل سكريننج ازاي نقول للام القصه كلها بنعمل بلان ان احنا نبطل وفي نفس الوقت علشان نقدر بدون مشاكل وبدون امراض دول بيجي سايد افكتس للطفل. لان لقينا كمان الناس اللي هم بيحصل لهم حمل وولاده مثلا بتاخد هيروين وحصل انها اثناء الحمل والولاده بقى لها ثلاث ايام ما خدتش فيحصل لها اعراض انسحاب. لقينا ان البيبي اللي نازل هو كمان بيحصل له اعراض انسحاب او يحصل له اعراض انتوكسيكيشن من الماده. فهو نفسه الماده نفسها الفعاله بتعمل له سيديشن يبقى نازل مدلوخ ونازل مش واعي وزي ما اتفقنا ينزل بدري ووزنه صغير. فلازم وفي بعض الادويه انت بتقول للام والله حضرتك قبل ما تحملي او قبل ما تولدي لازم نتفق مع بعض ان احنا نعمل خطه. الخطه دي خطه تاهيليه تاهيل ان حضرتك تقولي للام. التاهيل ده عن طريق ان حضرتك تبطلي السبستنس ولو في كومورد حاجه معاها زي الدبرشن او الانكزايتي نعالج حضرتك منه. وده يفضل يتعمل قبل ما تبني بلاننج للبريجننسي لان هي لو بقت سبستنس ابيوزر وبريجننت هيبقى صعب قوي. هيبقى عندها مشاكل وهي بتاخد الماده نفسها مشاكل وذروه هيبقى صعب تعمل تيك كير اوف ذا بيبي. هيبقى فيها مشاكل كثيره قوي وبردن لود عليها وعلى المجتمع بتاعها لان هي طبيعي بره كمان بتبقى انشورد. هي المستشفى هي اللي بتدفع لها بيدفعوها الاول علاج كمان وبعدين يدخلوها بعد كده انها تحمل وتخلف. الا طبعا اذا حملت وخلفت وهي ما فيش بلان للموضوع ده. طب لو واحده حامل وعايزه تحصل من الحامل بالظبط احنا بقى هنا بنعمل ريسك بنفيت. لو هي في الشهور الاولانيه والاعراض بتاعت الوذرول عليها شديده قوي او من ضمن المواد السبستنس اللي بتاخدها مواد اعراضتها لكومبليكيشنز تهدد حياتها زي ايه؟ في الوذرول مثلا هي مدمنه على منومات بنزودايازيبين. البنزودايازيبين في الوذرول يعمل لها فيتس تشنجات فبقى يجي لها تشنجات دي لايف افكتنج ليها وللبيبي. فاحنا هنا ساعتها الريسك بتاع هير لايف اهم من الريسك بتاع البريمنت يعني اهم حاجه ان انا احافظ على حياتها. فساعتها لو البيبي لسه قبل ثلاث شهور ممكن تترمينيت البريجننسي انتيل ان هي تاخد العلاجات بتبقى كويسه. لو كملت على الموضوع ده بيبقى فيه زي فولو اب سكرين ان الطفل ده معروف انه هيجي له بيرث ويت يبقى مجهز له حضانه اثناء الولاده وبعد الولاده. الام بتاخد اثناء البريجننت بعد بقى الشهور الاولانيه وبعد الولاده بتاخد اللي هو الميثادون ده دواء بيشتغل مثلا مع الهيروين هابتس. دول ده بيشتغل كسبستيتيوت بيشتغل على الدوبامينرجيك ريسبتورز علشان يقلل الوذرول سيمبتومز. في حاجه كذا بقى حاجه بعد كده بعد الولاده في حاجه اسمها بوست بارتم ديسفوريا ديسوردر او بوست بارتم بلوز. ده خلال اربع او ست اسابيع بعد الولاده في خلال الفتره دي الام بيبقى مزاجها مش حلو بيحصل تضاربات في المزاج. تخش الست حماتها تخش عليها في المستشفى بقى بالبريكلات تلاقيها بتعيط وزعلانه. ايه ده انت
زعلانة ان انا جيت ومش عارف الكلام بقى يخش في قصة بقى يا ست كل دي عملها عسر مزاج ما بعد الولادة ما لهاش دعوة بحضرتك خالص طب اهو امها جت وعيطت برضه يبقى هي زعلانة ان امها جت تمام فبيبقى في اللي ده بالموت سبونتينيوس كراين في ديستربنس في السليب في الابيتايت ده نورمال ما بنعتبروش مرض بس بنعتبره عرض عشان كده احنا حطيناه في الهيلث سايكايتري ديسوردرز اللي ليها علاقه بالحمل وما بعد الولاده ده برضو اهم حاجه فيه الري اشورنس ما يبقاش مثلا السوق خلاص بقى مراته ولدت يروح ايه بعد ما ولدت بيوم يروح يسافر تاني شغله يقعد السنه ما يجيش تاني او ان هو بيجي متاخر كل يوم ما بيلحقش يبقى كير جيفر ست في الوقت ده بتبقى فيري سنسيتيف محتاجه اي تعليق نيجاتيف بيضايقها جدا حمد هتخش مالك يا اختي منفخه كده ليه؟ كل الكلام ده بيعمل لها احباط نفسي شديد، طب ما هي ولدت بسبب الحمل زادت من 10 ل 20 او 15 كيلو بسبب الحمل والولاد، هي ما لهاش دعوه خالص انها تعمل كده، فالكلام يبقى سبورتيف، يبقى ما شاء الله شكلك زي القمر، ايه الحلاوه دي برافو عليكي ده ما تقلقيش ان شاء الله تقومي بالسلام، الكلام البوزيتيف هيديها ريتشارج، هو ده اللي بيقول عليه الفاميلي سبورت والفاميلي اديوكيشن تعلمهم عشان ما يبقاش كده ايه اللي داخل يدب اي كلام اي كلام هي بتبقى في ميل سيمستر في الوقت ده لا عندك سيكاتري تعالى خش تهرب من البيت سيكاتري معاك حد تاني بره الموضوع ده لو هي ما اتحسنتش عليه قوي عاده هو بيتحسن سبونتينيوس مع ري اشورنس والسبورت النفسي لكن لو ما اتحسنش في بعض الناس بيخش بوست بارتم ديبرشن انا بقينا نشوفه ده كتير قوي الست الجنة هي اعراض ديبرشن كلاسيكال اللي انتوا خدتوها نصف انترست وديث ويشز وسويسايدال ثوتس ونصف ابيتايت وديكريس ويت وكل الكلام ده كله تسال على ديبرسيف سيمبتومز تلاقيها موجوده كلها طيب ده بيجي بعد تقريبا من شهرين لست شهور بعد الولاده يعني مش لازم يجي بعد الولاده على طول البوست بارتم بلوز دي هتقعد لها من ثلاث اسابيع لست اسابيع بالكثير وهتختفي حتى من يعني لوحدها بس الري اشورنس بيعجل بيها بسرعه بس ممكن تخش هي في بوست بارتم ديبرشن لو دخلت في بوست بارتم ديبرشن يبقى لازم علاج انتي ديبرسنس هتحط معاها الاس اس ار ايز مع السايكوثيرابي سايكوثيرابي كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي تفهمها الام تبقى هنا ايه المخاوف اللي الام بتتعرض بتتعرض لمخاوف كتيره دي حاجه جديده دي ولاده الام في ميلز كتيره بيبقوا قرفانين من نفسهم ايه الولاده وايه الجو ايه اللي حصل فيا ده وليه حصل فيا كده خصوصا طبعا مش بتكلم عن الولادات الجديده الولادات اللي احنا شفناها في الامتياز في الدبرداش تخش عنبر في 12 واحده نايمه او 15 واحده نايمه وكل دكاتره الامتياز كل واحد بيعدي يخبط على بطنها ويشوف مش عارف ايه ويعمل فاجينال اكسامينيشن وكله قاعد اكسبوزد على بعضه وبعدين الدكتوره نايم النساء تروح ايه اثناء الولاده طبعا يفضل تدي يدوا فيها محاليل للطلق والست عماله تصرخ طول الليل ده اللي احنا الولاده اللي هي مش بدون الم انتوا كلكم شفتوا الولادات اللي بدون الم صح قرايبنا وحبايبنا ياخدوا الابيديورال ما فيش الم ولا حاجه ولا طلق ولا الكلام ده الكلام اللي احنا شفناه في الامتياز كان غير كده واعتقد هتشوفوه برضه في الامتياز لسه ما زال يعني مش كله بياخد ايد بالديورال فهتشوفوا الحلويات دي. فراحت نايم النسا بقى راحت ايه نايمه على بطن العيانه وعماله تزق الفرنس عشان تنزل الطفل حقيقي المشاهد دي والله ما بقت. وطبيب الامتياز داخل عمال يجرب يشد الرد من ايده ولا من رجله وبعدين ما ينفعش خش اللي بعده يجرب ها يعني ايه الست بتتعذب بتتقلب قلب شديد يحصل لها حاجه اسمها الايه؟ بوست تروماتيك ستريس ديسوردر اتعرضت لمصيبه وكانت حاسه ان نفسها هيروح وهتموت تمام؟ فبكتر الستريس يجي لها حاجه زي البوست تروماتيك ستريس ديسوردر. فمزاجها طبعا بيبقى فيه كل السايكايتك سيمتومز فيفضل مع الانشورنس سيلكتيف سيروتونين ريبتيك انهبيتور. ايه الخوف ده؟ الخوف ده السيوسايد ان هي العيانه تحس ان هي انا ماليش لازمه في الحياه ايه اللي حصل لي ده؟ انا غرفانه جدا عشان كده الستات كلهم بعد ما يولدوا بالطريقه اللي انا حكيت لكم عنها يقول لك والله ما هحمل تاني ولا اولد تاني. طبعا بيحصل ويحملوا تاني بعد سنتين بينسوا البيبي والكلام ده كله ومفيش مشكله بس اللي بيحصل كده لانها طالعه من تروما لا يمكن اجي تاني المستشفى ولا اولد تاني ولا كله وهي خارجه بعد ما ولو معديه في اي مشوار قدام المستشفى تعدي من قدامها جري خايفه تاني يعني دايما التروما في المخ تمام؟ حاجه تانيه بيجي له بوست بارتم سايتوزس دي ما بتستخبى
فاشبك دي وانت جوه عنبر النساء في خلال 3 4 ايام بعد الولاده العيال هيبدا يجيلها ايه؟ يبدا يجيلها اجيتيشن تبقى عصبيه جدا، يبدا يجيلها ديلوجنز او هالوسينيشنز، يبدا يجيلها ضمانات فكريه، حماتي عايزه تسميني، انا حاسه ان الواد ده مشبني، انا حاسه ان الواد ده هيطلع معاق، انا حاسه ان الواد ده هيجيله اصابه كبيره قوي في حياته، عندها ديلوجنز او هالوسينيشنز، او شايفه حاجات وسامعه صوت بيقول لها اقتلي الولد ده. اخطر حاجه في البوست بارتم سايكوزس اللي اسمه الانفانتيسايد. تحاول الام لقتل ابنها، ان بيجي لها بتبقى الام مش واعيه خالص، بيبقى عندها مشاكل، منهم 70% بيبقى عندهم قبل كده امراض نفسيه، من 50 ل 70% بيبقى عندهم قبل كده يا اما كان عندها هيستوري اوف ديبرشن، يا اما كان عندها هيستوري اوف سكيزوفرينيا، كل الامراض دي بيعلي الريسك اوف بوست بارتم سايكوزس. فحضرتك او حضرتك لو دكتور نساء وانت قاعد بتاخد الشغل بتاعك في متابعه الحمل، مش كل اللي همك بقى شغل النساء بس، وانت عمال تتابع وخلاص، اسال في الهيستوري على السايكايتريك هيستوري، هل جالك امراض نفسيه قبل كده؟ خدتي ادويه نفسيه قبل كده؟ اتحجزتي في مستشفى طب نفسي قبل كده؟ خدتي جلسات كهرباء قبل كده؟ خدتي حقن طويله المفعول قبل كده ولا لا للامراض النفسيه؟ هتفهم ان دي مريضه ولا لا؟ فهتفهم ان بعد الولاده انت من غير بقى ما يحصل حاجه بعد الولاده تروح عامل عرض للطب النفسي يجوا يبصوا ويقيموا المريضه بتاعتك، لانها اخطر حاجه فيها في الدبريشن سوسايد وفي البوست بارتم سايكوزز الانفانتيسايد. It is the act of killing of a child by his mother. تمام؟ يقتل الطفل، الطفل يموت بسبب امه، تقتله عشان عندها ضلالات ان الولد ده هيطلع عنده مشاكل عقليه، هيطلع قصير، هيطلع مش كويس، انا هقتله ده مش ابني. شو اسمها الكونديشن دكتور؟ نعم؟ شو اسمها الكونديشن؟ مش سامع. كونديشن شو اسمها؟ بوست بارتم سايكوزس. زويان ما بعد الولادة. يا بتقتله مرة واحدة ولا في مثلا تقعد تضرب فيه وبعد كده هو يموت؟ جزء منه، احنا جزء من الأذية هي بتأذيه إيذاءك مرة واحدة مش بالتدريب. الإيذاء اللي بالتدريب ده بيجي في الدبريشن ازاي؟ عن طريق النجلكت. الام بتهمل الطفل، ما بتحضرلوش اكل، ما بتغيرلوش، ما بترضعوش، ما بتحميهوش، ما بتغيرلوش، بيبقى الدبريشن مخليها مش عارفه تو تيك كير اوف هير تشايلد. فعشان كده بنقول لهم لو حضرتك امك موجوده تقعد معاكي، اختك، خالتك، حماتك، حتى يا ستي لو انت علاقتك بيها طيبه تقعد تخلي بالها من الطفل لو الام في دبريشن، عشان مش هتخلي بالها كده كده من الطفل، فلازم حد يبقى كير جيفر للطفل عشان الام ترتاح تعرف تنام، لان طبعا جزء كبير اللي في النوم بيعمل الديسفوريا او عسر المزاج ده اللي في النوم. الام تقول لك انا ما بنامش غير الصبح والليل، الطفل عايز يرضع ما بعرفش انام، وده يدخلها في قصه الدبريشن. طيب عندنا بعد كده حاجه شهيره قوي احنا بنشتغلها هنا في المستشفى وما شاء الله حريفين فيها جدا كل القسم هنا عندنا، حاجه اسمها الليزون سايكايتري. الليزون سايكايتري يعني ايه؟ يعني دكتور الطب النفسي بيليس او بيلف في الوردز بتاعت الجنرال هوسبيتال. يعني انا كطب نفسي مش شغال بس في مستشفى طب نفسي، لا ده انا شغال في المستشفى الجنرال هوسبيتال اللي فيها جراحه وبطنه ونساء واطفال، عمال الف بتاع الجراحه يندهني ياخد رايي، بتاع النساء يندهني ياخد رايي، الاي سي يو يندهني ياخد رايي، في حاجات كتيره قوي يعملوا لنا عروض. ليه؟ لان الامراض النفسيه فيها علاقه كبيره قوي قوي بالميديكال كونديشن. يعني ايه؟ ساعات كتيره نعدي في قسم الاورام ينادونا يقول لك ايه؟ الدكتور عدي علينا عندنا مريض كده، يعني هو احنا لسه بصراحه عملنا له دلوقتي اشعه السمنه واكتشفنا انه عنده ورم، ومن ساعه ما قلنا له العيان ده مكسر الدنيا بهدلنا وشتم الدكتور وقال له انت راجل كذاب وحرامي وانا ما عنديش حاجه والكلام ده كله. فاي ميديكال ديزيز او اي ميديكال ديسوردر سايكاتري مش اي ميديكال ديسوردر بيعدي مراحل السايكولوجيكال رياكشن. اول حاجه الدينايل، الانكار لا انا مش مريض، ازاي الكلام ده؟ انت متاكد يا دكتور من الاشعه؟ والحاجات دي بنشوفها كتير موجوده. انت متاكد يا دكتور من الاشعه؟ طب متاكد؟ طب بص كده كويس. دينايل، وبعدين بعد الدينايل يبدا الاجريشن، انت راجل مش فاهم حاجه، ازاي الكلام ده؟ انا عندي ورم، ازاي؟ تقول ان انا عندي ورم، مفيش الكلام ده، انا ما عنديش ورم. يبدا بعد كده اجريشن، بعد كده يبدا حاجه اسمها بارتيندينج، تفاوض. طب يا دكتور يعني الورم ده كبير قوي، يعني يبدا بقى تفاوض في الكلام، انه يا دكتور الورم ده كبير، طب ليه علاج؟ طب اسافر بره، طب اعمل ايه؟ يبدا يبقى في تفاوض، خلاص بدا الموضوع. بعدين يجي الاكسبتنس والدبريشن بقى بعدها، طب خلاص انا
هعمل ايه الامر لله وبقدر ربنا طب اعمل يعني خلاص هعمل ايه ما قداميش حاجه اعملها غير النهارده ويبدا يجتهد بقى ويتعزم وبيقول لك من ساعه ما الدكتور قال له انه عنده الورم وهو قاعد في اوضته ما بيكلمش حد وما بيستحماش ومربي دقنه وسايب دقنه يعني وما بيستحماش ولا عايز ياكل ولا عايز يشرب وما بينامش ومقضيها سجاير لو ده داخل يخش بسرعه تمام. طيب في حاجات اسمها امراض عضويه بسبب نفسي. الله ازاي يعني الموضوع ده؟ يعني مش ساعات نسمع ان راجل مثلا صاحب محلات دهب المحل بتاعه سرق جاله ضربه في المخ هو ايه اللي حصل له؟ ففي امراض عضويه بسبب امراض او امراض بتيجي عضويه بسبب ستريس نفسي تمام. زي ايه؟ عندي حاجه بنقول عليها سايكوسوماتيك ديسوردرز، عندي ميجور سايكوسوماتيك ديسوردرز اللي هي الاعراض النفس الجسمانيه العظمى. زي ايه؟ زي جلطات القلب، زي الستروك. يعني الواحد اللي بيجي له جلطه في المخ ده اساسه ستريس نفسي؟ اه والله. طب واللي بيجي له جلطه في القلب كده؟ اه والله. مش يقول لك اتخانق مع ابنه ومره واحده قال اه يا كتفي وبتاع ويه؟ ما مش حتى اللقطه دي شهيره كده في فيلم السادات لما اه يا جيهان وراح ماسك ايده ووقع. كان ستريس عنيف تمام؟ دخل في مايكارديا انفكشن. فالستريس بيحصل الكلام ده. عندي ماينور سايكوسوماتيك ديسوردرز اعراض نفس جسمانيه كلنا عارفينها. يجي لك المريض يا دكتور انا عندي الكيلون العصبي كده على طول يا سيدي بسبب ايه؟ قولون عصب يعني الريتبل باول سندروم بسبب ايه؟ التوتر والقلق والستريس والمشاكل يبدا يحصل له الريتبل باول سندروم. في الالسر في المعده بسبب الستريس. وفي حاجه اسمها الستريس الالسر ده باي نيم هي دي بتيجي كده ستريس الالسر تمام. كل ده باين قدامك، الهارت ريت باين قدامك، الريسبيراتور ريت
شايفه بيزيد، البلاد بريشر بيعلى، كل ده اسمه بايو فيدباك، جهاز بيبين الكلام ده ان الدكتور شغال بالكلام ده بالهبل يعني. المهم عندك الاندوكراين ديزيزز، واحد ميت عنده الهايبوثايرويديزم، كتير قوي العينين اللي بيجوا لي ديبرشن اول حاجه بتطلبها الثايرويد فانكشن، عنده هايبوثايرويد بيجي ديبرشن. العيانين المانك بيجوا لو في زياده في الجروث هرمون، زياده الجروث هرمون بتعمل مانك سيمتومز وهيضر الثايرويد. نعم، كورتيكوستيرويدز نفس الكلام. طيب كل دي اعراض. الناس اللي بتيجي واحد جايبينه منتحر، انت ليه عامله منتحر؟ والله يا دكتور انا اتعرضت لحادث حريق واتحرق جسمي، زي ما انت شايف انا مشوه، اعيش ليه؟ الدرماتولوجي والكوستولوجي بيحاولوا ينتحروا، عندهم امراض نفسيه عشان بتضايق من جلده ومن شكله، بادي ديسمورفيك ديسوردر، واحد حاسس ان هو عنده رجل اطول من رجل او ايد اطول من رجل او مناخيره طويله، كل الحاجات دي ممكن تؤدي الى سيبسوسايد. الناس بقى الحاجات الشهيره اللي بتشوفها بعد عمليات العظام والاوبن هارت سيرجري بيخشوا في سايكوتيك ديسوردرز، عيان العظام بنلاقيه بقى قاعد بيهلوس، بيخش في ديليريوم او يخش في سايكوتيك ديسوردرز بعد الاوبن هارت سيرجري، يكاد يكون يوميا بنشوفها في اكبر مستشفيات هنا وفي كل المستشفيات عيانين اوبن هارت. الممرض ده كان عمال يطلع لي لسانه بالليل، والله بنسمع هذا الكلام. الممرضه دي حاولت تسرق مني الموبايل، يا ستي ما حصلش حاجه، لا الممرضه دي عماله انادي عليها طول الليل تجري وتتكلم مع زمايلها عليا ويضحكوا عليا، والله العظيم ده حصل ومليون واحد بنسمع نفس الشكوى. فانت بتيجي ابسط حاجه والمريض ايه؟ يبقى مصر، والله لرفته، والله نكتب فيه شكوى. طبعا انت بينادوك تمر يعني، لا دي اعراض العيان في الدنيا ودخل في اكيوت سايكوتيك ديسوردر بوست اوبريتيف، وطبعا ده امر طبيعي وبتفهم الاهل، الاهل بقى بيبداوا يتفهموا، اصل الاهل يجوا ايه ابسط حاجه، مدير المستشفى بيناديك يا دكتور الاهل ماسكين في الواد الممرض بيقولوا له سرق ساعته ابوه، يعني يا سيدي والله طب ساعتك اهي، يعني سرقها منين ساعتك اهي قدامه ده، فبتبدا تشرح لهم يبداوا يفهموا. ده اهميه يا جماعه اي تخصص، لو سمحت لو سمحت اعمل فاميلي اديوكيشن وبيشنت اديوكيشن، قابل اهل العيان بنفسك اشرح لهم هو جاله كذا وعايز علاج كذا وهياخد قد كذا والدواء ده كذا وهيعمل اعراض جانبيه كذا. بيشنت ده حق المريض، اعمل له بيشنت اديوكيشن وفاميلي اديوكيشن عشان يبقى العيان فاهم وانت مرتاح وهو مرتاح، تبقى خلصت ضميرك لازم. تمام؟ الحاجات الامراض، الناس اللي عندهم ابيليبسي، الناس اللي عندهم مرض اسمه مالتيبل سكليروسس، هتاخدوه في النيورو كل الحاجات دي، باركنسون ديزيز، كل ده بيخش في ديبريشن. انت عارف ان بدايه اعراض الديمنشيا ممكن تبدا بالديبريشن، بس عيان عنده 75 سنه ولاده جايبينه مكتئب عايز يقعد ما بيتكلمش معاها، تبدا تعمل له ميموري اكزامينيشن او ميني منتال ستيت اكزامينيشن، تلاقي العيان الذاكره طايره وهم مش واخدين بقى لو اصله كبر مش واخد، يبدا العيان في بدايه الدمنشيا، فانت هتعالج الدبرشن والدمنشيا. فلازم تخلي بالك تسال على الاعراض. العيانين بتوع الابيليبسي نصهم بيجيبوا الدبرشن، بتوع الام اس مالتيبل سكليروزس ده مرض التصلب المتعدد، ده مشهور قوي 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 وهتاخدوه في النيورو، يعني كلام بيتكلموا عنه مرض العصر، يعني بيجي في الفيميلز اكتر من الميلز في الميد ايج فيميلز، فبيجي لهم نصهم بيجي لهم ديبرشن، بس خلي بالك من الموضوع ده وانت بتسمع. ايه تاني؟ بتوع النيورو سيرجري البوست كونكشن وعمليات الهيد تروما بيخشوا في سايكوتيك ديسور، مريض البوست بعد الهيد تروما ده يا جماعه بنشوف حوارات فظيعه، عمال يرفص وعمال يتكلم وعمال يقول حاجات غريبه، لازم بتديله العلاجات البوست اوبريتيف بعد فتره ماتوا بقى وبدا يخش تدي انتي ابيليبتيك. هنا بيشتغل حاجتين، بيشتغل ضد الابيليبسي وبيشتغل مود ستابلايزر. فهنا الانتي كونفالسنت بالنسبه للعيان بتاع الهيد تروما مهم من الحاجتين، عشان هو ما يخشش في التبس وعلشان المود بتاعه. طبعا بعض الادويه، كل الادويه انتوا عارفين كل ادويه القلب معظمها بيبقى فيها البيتا بلوكس، بتعمل اكتئاب صح ولا لا؟ تسمعه يقول لك هو بياخد ادويه ضغط بقى له 5 سنين ومن ساعتها وبدا يجي له اعراض اكتئاب. في ادويه بتعمل مانيا زي الكورتيكوستيرويدز، الادويه الحاجات برضه اللي بتعمل ديبرشن، الحاجات الانتي بايوتيك زي الميتروميدازول والحاجات بتاعت الجي اي تي انفكشن كلها بتعمل عسر مزاج لما عيان بيجي له
جي اي تي انفكشن، بيبدا يحس بعد يعني مزاجه بيقلب، مزاجه قريب بسبب الادويه اللي بياخدها وبسبب الحاجات المضادات الالتهابات. طبعا كل ادويه اللي برضه الباركنسون ممكن تعمل سايكوتيك سيمبتومز. العيان بتاع الباركنسون في حاجه شهيره، العيان الباركنسون يجي يديله دواء بعد يومين ولاده يكلموني يا دكتور بابا بدا يهلس. بعد الدواء خصوصا الليبودوبا والحاجات بتاعت الباركنسون شهيره قوي الشكوى دي. فانت لو انت بقى من اول ما جالك قلت له ان الاعراض دي ممكن تحصل وهتروح بعد كام يوم من بدء الدواء، العيان يبقى مطمن. ما تقعدش تخيل انت واحد مره واحده بيهلس، انت سرعت العيله كلها. فلازم يبقى في فاميلي اديوكيشن وبيشنت اديوكيشن تفهمهم ان حضرتك لو حسيت باي اعراض كلنا ولاده لو لاحظته كذا ده هيحصل طبيعي بسبب الدواء، فما تقلقوش ان شاء الله هيتحسن. تمام؟ زي اي هو يعني لو احنا عنده اكتئاب وقلب ضربات قلب سريعه. طب انا ازاي هديله دواء يعالج ضربات قلب؟ الدواء هيزود الاكتئاب. لا ما هو انت عندك في فرق بين الانتي يعني انت قصدك على البيتا بلوكرز يعني. في دلوقتي النوفيل البيتا بلوكرز حاجات بتشتغل ما بتعملش، لكن انت العيان ده اصلا قبل ما تحط له انتي ديبرسنت انت هتعمل له سايكو ثيرابي. ومش كل الناس الريت بتاع الدبرشن بتاعهم مع البيتا بلوكرز كتير. اصلا احنا البيتا بلوكرز بنستعمله في البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، بنستعمله في الانكزايتي. معظم البيتا بلوكرز اللي احنا بنستعمله بهاي دوزز للانكزايتي خصوصا الادرال، بنبدا من 80 ل 160 ملي جرام ادرال في اليوم بيتا بلوكر. العيان بيتحسن حسب كل واحد الجينيتك سسبتابيلتي. عيان لقيت البيتا بلوكرز بتاعته عامله له مشكله، بنكلم الكارديولوجي بيحط له كالسيوم شانل بروك، بيحط له اي حاجه ثانيه غير البيتا بلوكر، يعني مفيش مشكله ان انا اغير له الدواء حسب الاعراض. تمام؟ طيب عندنا اللي هي السايكايتريك امرجنسيز او الطوارئ في الطب النفسي. انت قاعد دكتور طوارئ، او طبعا انت دكتور امتياز هتبقى قاعد في طوارئ جراحه او قاعد في طوارئ البطنه، هتطلع عينك هتشوف كل حاجه في الدنيا، اي حاجه يعني ايه بتترمي في طوارئ البطنه، مشهوره قوي طوارئ البطنه انها بتعبي اي حاجه. تمام؟ هيجي لك امرجنسيز كتير في الطب النفسي، دي حاجه اسمها فيزيكال امرجنسي وبيهيفيرال امرجنسي. يعني حاجات تؤثر على الجسم وحاجات تؤثر على السلوك، والاثنين امرجنسي. يعني واحد اجيتيتد ده بيهيفيرال امرجنسي. الفيزيكال امرجنسيز خصوصا الحاجات اللي ليها علاقه بالادويه، السكند جنريشن انتي سايكوتكس او الفيرست جنريشن انتي سايكوتكس بتعمل اكسترا بيرامينتال سايد افكتس. تمام؟ صح ولا لا؟ هنشرحهم دلوقتي بيرامينتال سايد افكتس اللي هو الديستونيا والباركنسونز فيتشرز طيب في حاجات ثانيه ممكن تحصل بسبب الادويه بتاعتنا. في حاجه اسمها نيورولينتك مالينانس سندروم، اخطر حاجه ممكن تحصل بسبب الانتي سايكوتكس. العيان يخش بفيفر والجيتي، والفيفر دي بتبقى سيفير جدا، والعيان السي بي كي بتاعه بيضرب في السماء بسبب الانتي سايكوتكس، وبيبدا يخش فينا الانفيرمنت الاوتونوميك هيستريت الضغط طالع نازل والحاجات دي كلها. العيان ده لازم يتحبس، ده فيزيكال ايمرجنس، يتحبس في الاي سي يو وياخد اي في فلويدز وياخد دانترولين حاجه زي مصر ريلاكسر تفك الجيتي بتاعت المصر. زيها حاجه ثانيه اسمها مالينجنت هايبرثيرميا، ودي بتيجي بسبب الانتي كولين ستريس او الانتي كولينرجيك افكت. برضه ممكن يحصل الفيفر العاليه قوي دي كلها ومعاها مصر ريجيتي، بس مش بسبب المباشر للانتي سايكوتكس، ده ممكن يكون بسبب الساكسيناين كولين في بعض الناس. فتبدا برضه تدي دانترولين واي بي فلويدز في الاي سي يو، يبقى دول امرجنسي بيخش الاي سي يو. في حاجات تانية اسمها سيرتونيرجيك سندروم، عيان عنده سيرتونين سنسيتيفيتي، اديته انتي سيرتونين زي سيلكتيف سيرتونين ريابتيك انهبيتور، اول ما خدهم حصل له فيفر وحصل له دايفوريسيس وحصل له بوليوريا وبدا يحصل له برضه فيفر معاه، فدول بسبب السيرتونين. بس لازم يبقى في علاقه ترابطيه ما بين الدواء وما بين الاعراض، يعني هو بعد ما خد الدواء حصل له الاعراض دي، يجي لك الطوارئ. طب هو حضرتك خد ادويه حصل له اي حاجه؟ اه والله خد الدواء ده، راح امبارح لدكتور طب نفسي وكتب له الدواء ده، هتلاقي اس اس ار ايز. وبتاع النيورونيتك مالينجنت سندروم هتلاقي انتي سايكوتكس هالوبريدول مثلا في الفيرست جنريشن.
بتاع المالجنت هايبر ثيرميا، والله احنا كان بياخد مثلا ساكسلامين او تخدير بيعمل اي حاجه في اسنانه وفي بطنه في اي حاجه وحصل له المالجنت هايبر ثيرميا. في حاجه ثانيه اسمها الانتي كولينرجيك كرايسيس، او لو عيان بياخد تراي سايكليك انتي ديبريسنت بيحصل نفس الكلام، ان هو العيان ده بيبقى عنده سنسيتيفيتي في الانتي كولينرجيك في الكولينرجيك ريسبتورز، وانت اديته انتي كولينرجيك يبدا يحصل رياكشن وفيفر، والعيان ده برضه يبدا يحصل له اوتونوميك ديستربنس ودراينس، والدراينس ده ممكن يدخله في ديليريوم زي ما انتم عارفين، العيان يبقى كونفيوز، فعشان كده بندخله برضه الاي سي يو وبتبدا تديله اي فلويدز وفيزيوستيمي اللي هو الانتي دوت بتاع الكوليسترول. زي ما اتفقنا عيان اجيتيتد او اكسايتد ده عيان في بيهيفير ديستربنس، العيان بتاع الكاتاتونيا عارفينه خفيف السكيزوفرينيا، كلمه الكاتاتونيا اللي هو العيان اللي بيحصل له زي بوزيشننج، او العيان اللي هو عنده سكيزوفرينيا او ديبرشن وبياخد وضع او بوزيشن معين يفضل ثابت عليه او يبقى تايه او يبقى عنده حاجه اسمها واكس فليكسبيليتي، العيان ده تتنيه تاني معاك. العيان ده شوف يعني كذا عيان جالنا فعلا كان كلاسيكال تعليمي قوي، تتنيه تاني معاك تقومه يقوم معاك، انت بتبقى عامل زي الشمعه انت اللي بتحرك. وعنده حاجه ثانيه اسمها اوتوماتيك اوبيدينس، الطاعه العاميه، قوم يقوم، امشي يمشي، لف يلف، اوتوماتيك اوبيدينس. واكتشفنا ان بيحصل حاجه اسمها ديستربنس في البرين سيركتس اللي موجوده في الفرونتال لوب وفي البارايتال لوب، تمام؟ ديستربنس في البرين سيركتس هي اللي بتؤدي الى سيمبتومز مع الدبرشن ومع السكيزوفرينيا، اتس ماتش مور كومن مع الدبرشن عن السكيزوفرينيا، تمام؟ ده لازم تعمل له ايه؟ اول حاجه هوسبيتاليزيشن، تديله بي سي تي اللي هي برين سينكرونايزنج ثيرابي، جلسه كهرباء او جلسه تنظيم قاع المخ بالكهرباء، او تديله بنزو دايازيبين لو ما تطورتش جلسات الكهرباء. ممكن تعمل حاجه اسمها فريم، او يعني ده تكنيك او برنسبل كده، فريم بتعمل للعيان فيدباك تقول له انت كده يو ار هيرتنج يور سيلف. بعدين بتعمل له اللي هو الريسبونسبيلتي، يعني انت مسؤول عن اللي انت بتعمله، انت اخترت انك تعمل السلوك ده، عيان بقى متهيج وبيكسر انت بتكلمه بالراحه بتقول له انت يعني السلوك اللي انت بتعمله ده مش مظبوط وانت مسؤول عن السلوك اللي انت بتعمله ده. وانت عندك اوبشنز اخرى اللي هي كلمه فريم اللي هي بناخد الاف اللي هي فيدباك، ار اللي هي ريسبونسبيلتي، اي الادفايس، ام الموتيفيشن اللي انت تقدر تعمل خيارات عن خيارات غير ده اكتر، وبعدين الايه الافيكاسي ان انت تقدر تغير السلوك بتاعك ده بس باستعمال سفر اخرى. بالظبط زي السوسايد، اي تهديد بالانتحار احنا بنعتبره حد هينتحر،
فبنتعامل معاه بجد مش بنهزر. فبتبلغ الهدف وتاخد البريكوشنز والاحتياطات اللازمه. لكن عاده الميدل ايج في ميمز بيعملوا الحركه دي دايما، بيبقى هي محتاجه مساعده كرايفون، مش انها تستهبل، عشان برضه ناس كتير دي كل شويه تستهبل عليه. لا، هي مش بتستهبل، هي شي از تراينج تو جيت الاتنشن والاهتمام، هي عندها مشكله نفسيه محتاجه حد يسمعها يعرف مشاكلها ايه. تمام؟ انما مين بقى اللي بيموت نفسه بجد؟ راجل كبير في السن طالع معاش، مراته ماتت، عايش لوحده، ملوش وظيفه، ان امبلويد، عايش لوحده، مريض وفقد الامل في الحياه، هو ده اللي بيموت نفسه بجد. بيختار الرجاله بيختاروا وسيله سيريس، يعني يموت نفسه بحاجه متعبه مؤذيه، يعني يضرب نفسه بالمسدس بتاعه، يشتم نفسه، يعني يرمي نفسه قدام القطر. في واحد كان قريب حط راسه ورقبته كده على قضيب القطر، القطر يعني ما بيهزرش، يعني واحد عايز يموت عايز يموت. ويعني دول اللي تاخد بالك منهم. انا مره واحد كنت لسه بحكي المثل ده قريب قوي، راجل بيشنت عندي، راجل حاجه و70 سنه وبيتعالج عندي من ديبرشن، بقى له فتره ما جاش، قابلته بالصدفه في الشارع فسالته اخبار حضرتك ايه وعامل ايه؟ وبعدين لقيته متحفظ مش عايز يتكلم. طب قول لي بس مالك انت بقالك فتره ما جيتش وبتاع؟ والله يا دكتور انا اصل انا بقالي فتره يعني بطلت الدواء وكده. اول حاجه سالتها حاولت تاذي نفسك؟ قال لي اه، والله يا دكتور امبارح انا خدت علبتين من شريط الدواء بتاع الضغط عشان اموت وما ماتش. ما ماتش؟ قام تعبان جدا ومنهك جدا ودايخ وكل حاجه، خدته من ايده كده حد بيقلب، يعني هو ساكن جنبي، يعني خدته وديته البيت وكلمت ابنه، هو عايش لوحده، مراته توفى واولاده مش قاعدين معاه. كلمت اولاده جم خدته من هنا على المستشفى، ده لازم يبقى هوسبيتالايزد النهارده، والا لو ما حصلش ده الصبح مش هنلاقيه فينتحر تاني، وموقف الادويه، ده نيد فور هوسبيتالايزيشن. وبالصدفه انا قابلت الراجل ده بالصدفه، يعني كان ممكن انا ابقى معدي في وقت تاني، بالصدفه لقيته معدي كده، يعني انا عارف شكله وعارف مشيته، فرحت بقى اخبارك ايه بقى كتير ما شفتوش يعني. فلقيت القصه دي. فدايما ولازم بقى انت تاخد ساعات كثيره، هنا يجي لنا طلبه في الجامعه كده من حد سوسايدر، يجي لنا ولد او بنت بنخليه قاعد معانا لحد اهله مثلا يبقوا في بلد او محافظه ثانيه، نكلمه لحد ما اهله يجوا يستلموه عشان يبقى هوسبيتالايز، ما ينفعش تسيبه، ممكن هو خارج يروح ايه رامي نفسه. انا بفهمك اهميه السوسايد قد ايه. عيانه شهيره قوي في انجلترا بعد ما كانت سمايلينج وبتضحك، هي عندها ديبرشن، قالت في الفولو اب قالت للدكتور ان انا كويسه، هكمل بس، قالت للدكتور ان انا كويسه ولطيفه وما عنديش حاجه. تمام؟ خرجت بعد ساعتين لقوها شانقه نفسها في الجراج بتاع بيتها. شوف قد ايه المريض بتاع الديبرشن واعي، ضحكت على الدكتور انا كويسه وحلوه، الفولو اب بتاعها انا فاين وبتاع، روحت شانقه نفسها. عايز تسال على الدكتور يعني السوسايد ما هو السوسايد عباره عن ايه؟ في جزء سوشيال، جزء مجتمعي، اللي الناس كثيره بتقتل نفسها مش لاقي فلوس، ما عندوش فلوس ياكل ولا يشرب مثلا، ده جزء فشل في دراسته، مش كتير يقول لك طالب في ثانويه عامه ينتحر، هو عنده استعداد جيني وفي ظروف مجتمعيه صحت المرض الاكتئاب عنه وخلته ينتحر، يعني في ظروف مجتمعيه او في الاسره بتاعته خلته يؤدي الى ده. بنت مثلا اهلها نصبين عليها تتجوز السكني اللي تحت بيتها مثلا، ضاغطين عليها وهي تقول لك انا مثلا طالبه في الجامعه ليه اتجوز مثلا واحد زي كده، هو راجل محترم وكل حاجه بس هي بالنسبه لها مش موافق، صح ولا لا؟ او هنجوزك ابن عمك وهي مش بتحب ابن عمها مثلا، دخلت في الدبرشن وبعدين سوسايد. العلاج الهوسبيتالايز استخدمها المستشفى، بس مش هتسيبها لحد ما تيجي المستشفى. سايكاتري؟ ماشي. بس ممكن مش هعمل مش هبلغ الاهل لا، هنا في حاجتين بيكون فيها بريشنج اوف كونفدنشال، كسر سريه المريض. الحاجتين دول لو المريض بيحاول يأذي نفسه انت لازم تحمي المريض، انت بتفشي سر عشان تحميه. او المريض قال لك انه هيروح عنده ضلالات فكريه سكيزوفرينيا وهيقتل صاحبه عشان صاحبه ده بيعاكس اخته،
فانت بتكلم صاحبه ده اتحصل وبتكلم اهل المريض ده، او طبعا بره بتكلم الكوميونتي سيرفيس انهم يخلوا بالهم، بيبقى معاهم احتياطات امنيه، بيبلغوا الشخص ده تو بروتكت الاثنين. ما هو ده لو اتقتل هيبقى قاتل، وده لو اتقتل هيبقى قاتل. لو قالوا اللي هو عايز يعمل سوسايد اصلا من اهله، يعني انا كده في الحاله دي هو جاي عنده ديبريشن اللي هو خلاص سوسايد من اهله، هل في الحاله دي اعمل انفورميشن بالاهل؟ طبعا بتعمل لهم فاميلي انفورميشن وتقول لهم ان بطلوا الضغط على الولد ده عشان هو هينتحر بسببكم، وان لازم تحترموه، وان لازم تتفهموا وضعه مش كده بس، ويتحجز في المستشفى لحد ما السوسايد يروح، وعندها فاميلي انفورميشن. هنخش بعد كده. طبعا السوسايد زي ما احنا متفقين 70% من بتوع الاكتئاب بينتحروا، 10% من بتوع السكيزوفرينيا، 10% من بتوع الاو سي دي بينتحروا، 10% من بتوع الانكزايتي ديس اوردرز بينتحروا. اكتر ناس هم بتوع الدبرشن، عشان كده الدبرشن مرض خطر، وزي ما اتفقنا عرفنا هنعالجه ازاي. طيب السكيب ديس اوردرز سريعا كده هنعدي عليه. هو 70% من الغيروس من عصر العصر. لا، ما هي النسب دي بتبقى ابديت من كل فتره، يعني كان زمان ما كانش كده، واصلا زمان ما كناش بنكتشف حاجه. اصلا الطب النفسي من المرضى 0.01 اللي بيجي الدكتور، تخيل الباقي كل دي مرضى ماشيه. ما انت بتقابل ناس كتير، ده راجل تعبان في دماغه، ده مش عارف ايه، ما انت بتقابل في الشارع ناس كتير يعني، بس مش كله بيتعالج، وانت ما تقدرش تنطق ان انت تعالج واحد ده هو مش جاي لك في السيرفيس، تمام؟ ولكن انت عندك زي حاجه اسمها زي الضبطيه القضائيه كده، الطبيب النفسي عنده حاجه زي الضبطيه القضائيه، اي حد بيشتبه في القوى العقليه من حقه ان هو يطلب حجزه يومين تحت الفحص، او بتيجي لجنه ثلاثيه من وزاره الصحه تعمل العيان ده فحص. واحد من اللي هم ماشيين في الشارع اللي انت شايفهم دول بتطلب ان هو يتحجز في مستشفى، بيتحجز في مستشفى يعمل له تقييم نفسي، يعمل له حاجه، عشان لا. انت اول حاجه في الاول وفي الاخر انت بتحجز المريض ليه؟ كان زمان بيحجزوا المريض في اسايلمز اللي هي زي معتقلات كده. ليه؟ بيحجزوا عشان ده خايفين، زي عنده مرض كده خايفين يتعدوا منه، كان عندهم زمان فكره ان بيتعدوا من المرض النفسي، فيحجزوه كده في حته زي مرض الكوليرا واللي عنده مش عارف الليبروسي والحاجات بتاعت زمان دي، كان بيتحجزوا في اسايلمز، وكان مريض الطب النفسي يتحجز في اسايلمز حاجه زي سجن. لا، انت بتحجزه النهارده عشان تحميه وتحمي اللي حواليه، انت تحميه اولا وتحمي مستقبله. لو هو دلوقتي جاله مانيك سيمتومز وعمال يقلع في البلكونه قدام الناس، منظره ايه قدام الجيران؟ انت بتحمي شكله قبل اي حاجه، انت يهمك مصلحته. ليه؟ لان هو عضو او ممبر ان ذا كوميونتي، وهو ده عضو مؤثر، لو اتعالج هيبقى عضو فعال في المجتمع. يعني القصه بتتحسب هو كانسان قبل ما بتتحسب فاينانشال، بره اكتر بيحسبوها فاينانشال. يعني بيحسبوا ان انا هدفع له تامين صحي، والراجل ده لو اشتغل هيجيب لي كام، انما انا لو صرفت عليه في المستقبل، فاهم انت؟ بيحسبوها كده عشان في تامين صحي. لان عاده بقى اللي هي المنظمات الصحه العالميه والحاجات دي كلها بتبص على الانسان كبيرسون كمريض، حتى بتاع الادكشن هو مريض برضه في الاول وفي الاخر محتاج علاج، مش ان انت تلفظه من المجتمع وتعزله او تسجنه، لا مش ده الحل. هيتسجن ويطلع بره السجن يعني، او جوه السجن ما عارفين بيحكي يعني، بيشرب اكتر من اللي كان داخل السجن. المهم السليب ديس اوردرز او امراض اضطرابات النوم، في مرض اللي هو ايه الانسومنيا، واحد عنده ارق مش عارف ينام، ده عنده صعوبه في بدء النوم واستمرار النوم، ده الانسومنيا. عندي واحد هايبر سومنيا اللي بينام طول اليوم، بينام ما بيكفيهوش عدد ساعات النوم. وعندي مريض تاني مش بقى بيبقى مش مرض قوي، اللي هو الجيت لاج، او المريض اللي هو عنده سليب سايكل ريزم ديس اوردر. العيان ده بيحصل ايه؟ مسافر بيشتغل شفتات بالليل، او مسافر من مصر لامريكا، مسافر من مصر بالليل وصل امريكا بالليل، فهو شايف الدنيا كلها لسه بالليل، فالبيولوجيكال اور لسه ما لحقتش تظبط نفسها، فهتبدا تظبط نفسها على المواعيد الجديده. او واحد بيشتغل حارس امن، شفت امن، بيشتغل بالليل بس وبينام طول النهار، فالبيولوجيكال اور بعد فتره بتعدل نفسها وتظبط المواعيد بتاعتها، انه بينام بينام الصبح ويصحى بالليل، تمام؟ فدول السليب ويك ديس اوردر اللي هم اسمهم ديسومنياز. في حاجه ثانيه اسمها باراسومنياز، الحاجات المتعلقه بالنوم، دي امراض النوم نفسه، انما الباراسومنياز امراض متعلقه بالنوم، زي الناس اللي بتجز على اسنانها، في عائلات كده تلاقيه طول ما هو نايم يجز على اسنانه، ما عندوش ايبيليبسي
ولا تشنجات، ما عندوش كهرباء في المخ، هو بيجس على مكانه. فبياخد الدنتال جارد وبتبدا تديله ادويه تهدي الموضوع ده شويه، كان التوتر تهدي القلق، وعاده بيبقى جواهم سايكولوجيكال ستريس. تمام؟ وبيلبس الدنتال جارد ده مهم قوي، الدكتور سنان بيفكر. الحاجه الثانيه، في ناس اللي هو بنقول عليهم اللي عندهم السليب ووك وسليب توك، بيتكلم وهو نايم او يقوم يمشي وهو نايم، عارفين الحاجات اللطيفه دي، او ان هو بيجي له نايت تيرور يقوم في وسط الليل، دول بيجوا ايرلي ان ذا سليب. ومعاهم طبعا نوكتورنا ديوريسيس او تبول لا ارادي. التبول لا ارادي بيجي في اول النوم، اخذناه في التشايلد لو تفتكروا، بيجي برضه في الساعات الاولانيه من النوم، وبيتكلموا وبيمشوا اثناء النوم، بيجوا بعد ساعه ونص ساعتين من بدايه النوم، في الستيجز الاولانيه من النوم يبدا العيان يقوم يمشي او يقوم يتكلم. ده بيبقى عندهم مشاكل في الستيجز الاولانيه من النوم 3 و4 اللي هي في النون ريم سليب، اللي هو نون رابيد اي موفمنت سليب، خدتهم في الفيسيولوجي بالظبط. بيحصل المشاكل دي في الوقت ده. النايت تيرور اللي هو الطفل الصغير اللي يقوم بالليل يصرخ وامه تقول له اهدى، هو مش مركز معاها، هو هيحصل له النوبه دي وهتروح تتحسن لوحدها. يعني حتى بالري اشورنس والتشكيل الشهور بيرجع لوحده، فانت بتطمن للام ويبدا يتحسن، او بتدي له ادويه تساعد على النوم شويه، يعني تحسن الكواليتي. وفي نوع تاني اللي هو اسمه نايت ميرز، الكوابيس اللي انت بتكون فاكرها. ليه بتكون فاكرها؟ لانها بتيجي في المراحل المتاخره اللي هي في الريم سليب، رابيد اي موفمنت سليب ستيج 4 ما بعد، واللي هي الرابيد اي موفمنت ستيج، وبيبدا المريض يقوم وهو فاكر ان ايه الكابوس اللي حس بيه ويقوم تعبان. فبتبدا برضه ساعات تشوف تكسبلور الاول الانكونشس بتاعه، في مشاكل اهم من حاجه خايف من حاجه. وبعدين يقول لك قبل ما تجري وتكتب له ادويه اعمل له حاجه اسمها سليب هايجين. ايه السليب هايجين ده؟ تفهمه ما تشربش كافيين قبل النوم باربع خمس ساعات، ما تلعبش رياضه قبل النوم، خد دش دافي، اشرب لبن، ما تتكلمش في موضوعات فيها خلافات بالليل، او ما تخشش في مشاكل بالليل قبل النوم، ما تكونش تتكلموا في الميزانيه في الشهر بالليل او انتوا قاعدين في السرير هتناموا، لو يعني ده كلام، ما تتفرجش في التلفزيون، اعمل الاوضه، ما تتفرجش على التلفزيون جوه الاوضه، بلاش الموبايل جوه الاوضه، اعمل الاوضه بتاعتك محراب للنوم، يعني مقدسه للنوم بس. في ناس بتقلب اوضه النوم اللي بيروح بتاكل وتشرب وتذاكر وتمسك الموبايل وتتفرج على التلفزيون جوه اوضه النوم، فانت سايكولوجيكالي حاسس ان ده مكان للحياه، ليفنج روم، مكان الحياه مش مكان للنوم. انما لو انت مدي ايحاء لاوضه النوم ان انا ما بخشهاش بقى ومضلمها كده ومشغل التكييف ومظبط نفسك بقى ومشغل، ليه بيحطوا اباجورات في اوضه النوم والكلام ده كله؟ عشان احساس بالايه؟ بالريلاكسيشن والميل الى النوم والرغبه في النوم. ليه ما بيعملوش لقاءات باهره في اوضه النوم بقى وسبوتس؟ ليه المحلات بتعمل سبوتس؟ عايزك تشوفه مصحصح كده بالبضاعه بتاعت اوضه النوم، بيعمل لك اباجوره نورها خفيف قوي عشان تبقى ريلاكسد وهادي وتحس ان انت عندك الرغبه في النوم. انما لو قلبتها ليفنج وعمال تاكل مش هتعرف، هتحس ان السرير ده ملوش قيمه، هو زيه زي الكنبه بتاعت الليفنج، زي الايزي بوي بتاعك، فمش هيفرق. تمام؟ فده السليب هايجين اللي تعمله قبل ما تكتب الادويه بتاعتك. دي الحاجات المهمه. وتخش طبعا تنام في نفس الميعاد وتصحى في نفس الميعاد، ما تلخبطش مواعيدك بتاعت النوم. عندنا حاجه مهمه بقت مرض من امراض العصر يا جماعه، اللي هي الايتنج ديسوردر. من كتر ما لقيناها مشاكل من مشاكل العصر حطيناها في شابتر، اللي هي طبعا اول حاجه احب اتكلم عنها امراض السمنه الاوبيزيتي، خدتوها طبعا في البطن صح؟ الاوبيزيتي اللي هي بتتقاس بالبادي ماس اندكس، وليها كذا طريقه للقياس، سويست سيركمفرنس بيقاس البادي ماس اندكس زي ما انتم عارفين، اللي هي الويت على الهايبر ميتر سكوير، والرينج بتاعها من 20 لقبل 25 ده نورمال رينج، من اكتر من 25 ل 30 ده اوفر ويت، فوق ال 30 ده اوبيز، وفي مور من الاوبيزيتي كمان. طيب الاوبيزيتي بتيجي بسبب ايه؟ في ناس عندها حاجات جيناتيك، يعني في عائلات تفتكر هو كده العيلة عندهم فيها السمنة، هم جسمهم كده، هنعمل ايه؟ هو جيناتك ربنا خلقهم كده، ما عندهمش امراض يعني. وفي ناس عندهم يعني امراض اندوكراين ديسوردر زي الدايابيتس، زي
كوشن سندروم زي الهايبوثايرويد. مش الهايبوثايرويد بيبقى انت بتشوفه كده بيبقى مليان ونايمان وعنده ديبرشن والكلام ده كله، دي امراض هيريديتري. عنده هايبوثالاميك ليجن ما بيشبعش، على طول عمال ياكل، نفسه على طول جايبه في الاكل ما بيشبعش، مهما ياكل ما بيشبعش، فبيحصل الاوبيزيتي دي اهم حاجه. نعم؟ الجنرال كمان الادويه خصوصا الادويه بتاعتنا السكند جنريشن بتتدخل معانا قوي، او الكورتيكوستيرويدز مش دايما تلاقي في ميل يجي لك انت يعني انا دكتور نفسي هاكل معاك كورتيزون ليه؟ دكتور تكتب الروشتات تكتب مش كورتيزون عشان يا ستي هو اي حاجه وانا هكتب لك كورتيزون ليه؟ يعني المهم الهابت ريفرسال ده في العلاج ان هو ايه، او الهابت ريفرسال ان انا اغير الحاجات اللي بعملها الايتنج هابتس بتاعتي. ما تبقاش على طول تاكل وتنام زي ما بنقول، ما تقعدش تاكل وجبه واحده في اليوم، ده بيقلل الحرق. لما تاكل عدد وجبات قليله بكميات صغيره يزود الحرق بتاعك، انما تدب الوجبه الفاست فود بالليل وتخش تنام تصبح على خير، تقوم الصبح ايه بطلص وزايد ايه 5 كيلو على طول. وطبعا انت ما بتاكلش الحاجات العاديه، انت بتضرب يعني بتشكل يعني تاكل ايه الفاست فود بتاعك وبعدين تضرب بعدها بتاعك فول سوداني قد كده معاك البيبسي الدايت طبعا عشان تظبط يعني كاتب وايس كريم يعني ايه عملت الصح مع الدماغ خلاص ده مش بيتحرق. بعد الساعه 5 الناس بتوع الدايت الدايتيشن بعد الساعه 5 الحرق بيقل، عشان كده بره اخر وجبه عنده يعني اللي هي بنقول عليها طبيخ يعني الساعه 5 ما بياكلش بعد اي حاجه ثانيه، ياكلها خفيف ياخد فاكهه ياخد زبادي ياخد مش عارف ايه، ما بياكلوش الدب ده بتاع احنا بنبدا ندب من بعد 10 اكل بقى الميتابوليك ريت بيقف بالليل عشان ده وقت نوم ربنا مهلنا كده خلقنا كده، فده لازم تغيره. الاكسرسايز لازم فيه شويه اكسرسايز، ده اللي هو يعني الايرا الجديده اللي فعلا كلنا مش واخدين بالنا منها وكلنا ما عندناش وقت نعمل رياضه وكلنا مش فاهمين قيمه الرياضه، وهي الحاجه الوحيده اللي متفق عليها من جميع الدكاتره جميع الامراض في جميع التخصصات بما فيهم الكانسر انها بريفنتيف وتريتنج في نفس الوقت، يعني وببلاش يعني الرياضه بلاش. يعني انت لو مشيت من هنا للجامعه اهو ببلاش اهو، انتوا عارفين الجامعه عامله لكم تراك هنا ما بتمشيش كده من المحاضرات بدل ما تضرب تضرب في الكنز ما بتمشيش كده تقول لي بس بتسال بس مش رياضه ليه؟ قول هو الاكسرسايز ليها مدى محدد ولا لازم اروح الجيم؟ لا برافو عليك انت، احنا بنصعب على نفسنا لازم انزل الجيم عشان اعمل لازم انزل هنا مع هو مين رايح الجيم يلعب رياضه؟ انت رايح الجيم تتصاحب وتتكلم مع اصحابك وعيب مين هي الرياضه يعني لازم جيم؟ هو من قبل جيم احنا دخل على مجتمعنا ثقافات ما كانتش موجوده، من اولهم اللي انا بطلته النسكافيه كان عمره في حياتنا ده قبل كده من 10 15 ما كانش في حياتنا قوي المكيفات دي. من امتى يعني كان شاب عند انت كبيره كان ما كنت تشرب كوبايه شاي بلبن كنت تبقى بايظ ايه النسكافيه كلنا وانا اول بنشرب في اليوم 3 4 ايه الكلام ده؟ وبنخش في توكسيستي بعد كده يعني الكافيين اثبتنا انه ماده من مواد الادمان خلاص رسمي يعني اللي بيشرب كافيين خلاص بيبقى متعود كل بنبص كده لورا بقى لنا 15 سنه مدمنين كافيين وعمالين نرزع كافيين 4 5 وما تعرفش تلاقي نفسك اخر يوم متعصب ليه؟ طب ما انت شارب قهوه قد كده دخلت في توكسيستي توكسيك ليفل اوف كافيين دخلت في توكسيستي. الرياضه مش محتاجه جيم، انت ممكن تعمل رياضه ماشي ممكن تمشي في طرق بيتك، انا الورد ايتش بتوع الدمنشيا بقول لك امشي في طرق بيتك، يبقوا ناس منهم كتير عايشين في فيلا عايشين في طرقه كبيره او حتى لو طرقه صغيره تشيها كذا مره يا سيدي لف حوالين العماره بلاش دي، اعمل اكسرسايز وانت في مكانك، هو انت مش ممكن تنط الحبل وانت واقف في مكانك؟ مش ممكن تلعب رياضه جوه بيتك؟ لو انت عايز لو انت عندك القدره دي روح، ما هو برضه في ما يعني في ناس انا يعني في القدره مع اي جيم دلوقتي يقول لك في الشهر 10,000 جنيه انت طالب برضه ممكن ما تقدرش تدفع ده صح ولا لا؟ حد هيساعدك فيه لو تقدر ادفع وروح، بس روح ما تدفعش وما تروحش، ما نص الدفعات هنا دافعه بوليس جيم بالسنه وما حسش منهم خالص صح ولا لا؟ تروح تدفع السنه كامله وما بتروحش، كبيرك بتروح تقعد في الجزء يا اما بتاع الكوستر اللي جوه يا اما تشتري لك ازازه ميه وتمسك الفوطه وتقعد 5 دقائق على التليفون وتطلع خارج خلصت النهارده ايه يا عم انت رحت لمست الامه وجيت ما تروح تقعد يعني فاهم مش محتاجه والله جيم، اعمل رياضه في اي حاجه. هل
السلطه طبعا لو اسئله الايه السلطه السلطه هي انا ما بحبش تصنيف السلطه كرياضه قوي لان هي عباده ده فرض روحاني لو عايز تسميها هو عايز ايه مش هعمل لا خلاص بس هو فعلا يا دكتور الصلاه يعني بتزود الدم الصلاه ليها فوائدها الروحانيه والنفسيه اعلى من فوائدها البدنيه سيبك من الفوائد البدنيه يعني فعشان كده تصنيف رياضه روحانيه لا هي عباده وعباده ليها ما ليها من اسرار احنا ما نعرفهاش احنا عارفينه بسيط قوي بالنسبه لنا وكذلك حتى العباده اللي بيروح يصلي حتى في اي بيعبد ربنا في البوذي حتى اللي بيصلي في الكنيسه كل واحد ليه الباور الروحاني بتاعه اللي بيستمد من العباده دي فدي انا ما اقدرش ادخلها في الرياضات الرياضه بنتكلم على فيزيكال فيتنس ان انت تروح تعمل رياضه او تعملها في خلاص مالكش حجه من النهارده ما اشوفكش قاعد بقى في حته فعلى طول رياضه نتكلم عن زي ما اتفقنا الناس بتوع البريات ريسيرشز دلوقتي العمليات اللي بتتعمل للتخسيس والكلام ده كله بيجيبوا لازم سايكايتري كونسلت بنعمل زي اكزامينيشن كده قبل ما نعمل العمليه ليه؟ لقوا نسب كتيره قوي من المرضى دول يجي يعمل عمليه وبعد 6 شهور يزيد تاني اكتر من وزنه الاولاني ليه؟ عنده ديبرشن وبياكل بناء على الديبرشن ما تعالجش من الديبرشن فبالتالي مهما عمل 500 عمليه يروح بينزل في رحله الجراح انا ما خسيتش ويتخانق مع الجراح وهو الراجل عنده ديبرشن عشان كده بيحطوا في الكيس بتاعهم سايكايتس دلوقتي عندنا حاجه ثانيه لطيفه قوي شهيره اسمها بوليميا دي حاجه اسمها من ضمن الامراض بوليميا نرفوزا وانوريكسيا نرفوزا الانوريكسيا تبدا بالبوليميا البوليميا دي فيها بنش ايتنج يعني اكل بنهم كميات كبيره باكل بشراهه كميات كبيره في وقت صغير ومحدش في سني ولا في ظروفي يقدر ياكل الكميات دي تمام يعني تلاقيه في ربع ساعه كان البوفيه بتاع الفرح كله لوحده بس بيبان بقى عليهم في البوليميا بتلاقيه بطل شويه مش نهم اكل بعد ما ياكل يحس بالندم يعمل حاجه اسمها كومبنساتوري ميكانيزم يروح داخل الحمام يرجع او ياخد ملينات وكل واحد يعرف نفسه ياخد ملينات او بعض ياخد ملينات او يعمل اكسرسايز جامد قوي يقول لك انا هروح الجيم كل اربع بيتزات لارج واثنين شوكولاته من قد كده ومش عارف اساس له كام كيس كريم وشرب مرحله البيبسي وتمام يبدا يجي له احساس ان انا عايز ينزل يعمل اكسرسايز او يقول لك انا الاسبوع الجاي حصول كل الاسبوع عشان الاكل اللي انا عملته اللي كانت نفسه يبدا لازم يبقى في كومبنساتوري ميكانيزم او ياخد انيما عشان او ياخد حاجه من الحاجات الدايوريتكس او الحاجات اللي بتنزل لاكستيفز تنزل كل اللي هو كامل ده بيبقى عاده السبب بتاعه الكريتيكال العائلات اللي فيها مشاكل دايما بتلاقي مشكله ما بين البنت عاده بيجي في الفيميلز الحاجات دي اكتر من الميلز بيبقى في مشكله ما بين الام والبنت دي دايما بيبقى في ستريس في العيله دايما بيبقى انكيرنج فاميليز عيله مش واخده بالها فهو بيحس باهتمامه بنفسه عن طريق انه ياكل بيجي زي ما يكون بيطبطب على نفسه بالاكل يعني تمام العلاج بتاع الكلام ده كله اس سيلكتيف سيرتونين ريابتيك انهبيتور اللي بيحصل سيرتونين ديسبالانس في البوليميا وفي الانوركسيا والسايكوثيرابي لا انا بختار انواع ما بتدخلش زي الفلوكسيتين مثلا ماده الفلوكسيتين ما بتدخلش من ضمن الاستسعافات لو طفله اول حاجه بتبدا بالسايكوثيرابي ما ينفعش انت عندك الفلوكسيتين اف دي اي ابروف في الاطفال تقدر تستعمله عادي خالص بمنتهى الطلاقه بعد كده عندنا الانوركسيا نرفوزا كلنا عارفين عرضات الازياء ومستر ايجيبت وميس ايجيبت اللي هو كل واحد بيبقى عايز جسمه نحيف بس الطريقه بيحصل بطريقه مرضيه بيحصل ايه؟ ان انا عندي فير اوف جيمنج ويت خايف من زياده الوزن خايف اكل الام بتيجي تشتكي يا دكتور بنتي خايفه تاكل مش عايزه تاكل وبدا وزنها يزيد تسال البنت تقول لك انا عندي خوف ان وزني يزيد وخوف من الاكل خوف اوف جيمنج ويت وعندها احساس ان جسمها شكله وحش وانها زياده في الوزن على الرغم ان وزنها اقل من الطبيعي اقل من الطبيعي 85% اقل من النورمال تمام يعني وزنها قليل عن الطبيعي وفي نفس الوقت تبدا تخش في كومبليكيشنز
اصلا البنت دي احنا بنشوفها امتى؟ بعد ما تكون راحت للدكتور النساء بالامينوريا حصل لها منسترال تشينجز بسبب عدم الاكل وقله الاكل، والمرض ده نفسه بيحصل فيه سيروتونين ديسريجوليشن، وتبدا المريضه تشتكي انها ما لهاش نفس الاكل، مش عايزه، خايفه تاكل وخايفه وزنها يزيد، وحاسه ان اسمها شكله وحش، وبناء عليه هي مش بتاكل فوزنها بينزل. يحصل لها بقى امراض زي الامينوريا، كاشيكسيا تلاقيها ماشيه كده زي عرضات الاسياد، تمام؟ وده يبدا يحصل لها اوستيوبوروزز، يبدا يحصل لها هايبوثايرويديزم ولون تي 3، يبدا يحصل لها فراكشرز، يبدا زي ما قلت لك حاجات ليها علاقه بالمنستريشن ومنهم الامينوريا، يبدا يحصل لها هايبوكاليميا، براديكارديا، وتبدا العيال تخش في اريثمياز. تخيل 7% منهم بيموتوا، 7% دي نسبة كبيرة في الطب النفسي. طب كيف نعالجها يا دكتور؟ كيف نعالجها بالظبط؟ أولا نعرف السبب، السبب اللي بيبقى فيه مشاكل ما بين البنت دي وأمها. ثانيا البنت دي بيبقى عندها إحساس عقدة كده، بنقول عليها عقدة من الصغر، إن وهي صغيرة كانت مليانة شوية، وفي المدرسة ما كانوش بيلعبوا معاها عشان هي تخين، وفي المدرسة ما كانتش بتعرف تشتري الكاستمز أو اللبس اللي بيلبسوه في الحفلات عشان وزنها زيادة، وكان الجيران بيقولوا لها يا تخينة يا فشل، وكان امها بتضربها تقول لها يا بنت بطلي تسيبي الحله اللي انت نازله فيها، بنازله راسك حله المحشي. انا بقول لك حاجات من الواقع اللي بنسمعها، عمال يقولوا لها انت تخينه انت تخينه، او في عائلات بتعمل بريشرز كده، او طبيعه العمل زي عارضه الازياء لازم وزنك يبقى كذا لازم وزنك يبقى كذا، ويقعدوا يتخانقوا معاها لو وزنها زاد ربع كيلو والكلام ده كله، فبتبدا يبقى عندها احساس بالخوف ان وزنها، بالخوف ان وزنها يزيد، والخوف من شكل جسمها انه يبقى وحش، فتبدا ترفض الاكل. فابدا انا اعمل لها سايكوثيرابي، اشوف ايه، اكسبلور المشكله بينها وبين الام، هتلاقيها علاقتها سيئه بالام، هتلاقيهم الاثنين بيغيروا من بعض، وفي مشاكل كبيره جدا ما بينهم، ودايما الام كريتيكال، تعاقب البنت وتديها اوامر وتقسى عليها، بيبقى في علاقه كريتيكال ما بينهم. تبدا انت تعمل الفاميلي ثيرابي ده والاديوكيشن للمذر، وتبدا تعمل كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي سي بي تي للبنت، وتفهمها ان الافكار اللي هي بتشتكي منها دي افكار خاطئه، هي مش هيحصل لها اي مشاكل، وتبدا تديها ادويه. طبعا لو البنت دخلت في الكومبليكيشنز اللي قلنا عليها بتاعت الديهايدريشن والالكترولايت ديسبالانس والبراديكارديا، هوسبيتال ادمشن في الاي سي يو، اي سي يو ادمشن، وتعمل لها حاجه اسمها ريفيدنج، تبدا تديها محاليل وتغذيه بالبطء، وتبدا بعد كده يبدا شرب السايكوثيرابي، ويبدا الفارماكوثيرابي اللي هو الاس اس ار ايز، بس من اللي بتزود الوزن عشان العيانه يبدا وزنها يتحسن، تبدا تتحسن. اخر موضوع ان شاء الله قلت عليكم النهارده، وخدنا موضوعات كثيره بس دي اخر محاضره ان شاء الله. موضوع العصب اللي هو الادمان، وكثير من الناس بتعتمد على حاجات كثيره. اول حاجه كلمه ادكشن هي او الادمان كلمه عامه كده، يعني كلمه ليه كده معناها تولرنس او التعود، انا متعود على حاجه، كلمه ادوس انا بستحمل حاجه في غير اطارها، انا ما تقلقوش. ابيوز يعني بستعمل حاجه في غير اطارها، بستعمل حاجه غير الاطار المجتمعي، المجتمع بتاعنا ما بيستعملش الحشيش، فانا بشرب حشيش يبقى خارج عن اطار المجتمع، فابيوز الحشيش ده، باخد حشيش من ورا السوسايتي بتاعي. في كلمه ادكشن زي ما قلت لك هي كلمه عامه، ليه كده كلمه عامه؟ لكن هي معناها حاجه، معناها ديبندنس، ان انا معتمد على اي حاجه. والاعتماد ده حاجتين، اعتماد نفسي واعتماد فيزيكال. بمعنى ايه؟ اعتماد نفسي يعني انا متعود اشرب سيجاره، مبسوط اشرب سيجاره، زعلان اشرب سيجاره. يبقى ده ايه؟ كريفنج، عندي لهفه. اتضايقت رحت مولع سيجاره. فرحان وخارج اولع سيجاره. ادي الكلام. متضايق من المذاكره؟ اولع في علم الفيزياء. شغال، فانا متعود عليه، عندي لهفه ليها. لهفه، يعني لما تغيب عني اشتاق لها. كل ما اخلصها او عايز اولع التانيه. تكريم، انا مش مدخن على فكره، بس انا بشرح. بس حضرتك كان بتعرف كله صح. انا بحاول ابدا سريع بقالي كتير مش عارف. مش عارف ليه؟ لازم سايكولوجيكال ديبندنس، لازم معاك في مواقف حياتك كلها. يا فاكر وانا رايح اجيب العربيه الجديده كنت بشرب سيجاره،
وانا قاعد مع صاحبي بشرب سيجاره، وانا في مارينا على البحر بشرب سيجاره، وانا في الكليه بشرب سيجاره، بعد الامتحان بشرب سيجاره، في الامتحان بشرب سيجاره، وانا في التاكسي، بعد ما فطرت بقى بعد الاكله الحلوه بقى اشرب سيجاره، بعد الغداء، بعد الفطار في رمضان، رايح خارج مع اصحابي نشرب سيجاره، مرتبطه معاك في حياتك، توغلت جواك، خطفتك من الاخر، عملت لك كليننج، لهفه، لهفه يعني حاجه ما تقدرش تبعد عنها، يعني لو شفت دخانة كده حتى لو دخان كبابجي تحس ان انت مشتاق للسيجارة، هي هو دخان بس انا بفكرك هو بالسيجارة، هو ده الكريفنج يا جماعة، ده السايكولوجيكال ديبندنس. في حاجة تانية اسمها فيزيكال ديبندنس، جسمي متعود عليه. يعني ايه؟ فيزيكال ديبندنس يعني جسمي متعود على النيكوتين اللي باخده من السيجارة. يعني لو ما خدتش ده يحصل لي اعراض انسحاب. في معنى حاجة اسمها انتوكسيكيشن، يعني ايه انتوكسيكيشن؟ انتوكسيكيشن يعني تسمم. intoxication يعني تأثير المادة المخدرة عليا. يعني أنا باخد منوم، المنوم نيمني، يعني أنا بقيت intoxicated من المنوم، يعني المنوم عمل شغل، اشتغل على الريسبتورز بتاعته، مش معناه إن أنا متسمم منه، يعني معناه إن أنا واخده وهو شغال على الريسبتورز بتاعته. التدخين بيشتغل على النيكوتينيك ريسبتورز، فده معناه إن أنا intoxicated بنيكوتين، يعني لو سحبت عينة من دمي هتلاقي فيه نيكوتين بنسبة معينة. الحشيش يعني انا شارب حشيش، يعني انا شارب سيجاره، يعني انا شارب منومات، شارب كحول، ده اسمه انا انتوكسيكيتد، يعني واخد الماده والماده شغاله على جسمي، مش معناه ان انا اوفر دوز، لا. الاوفر دوز دي حاجه ثانيه، يعني انا واخد ماده مخدره او ماده بتصحصح واشتغل وخدت كميات كبيره منها فدخلتني في اعراض جانبيه، ده اللي اسمه الاوفر دوز، انما انتوكسيكيتد يعني انا واخد الماده المخدره بس. وفي حاجه تانية اسمها ويثدرول، ده اعراض انسحاب. بعد ايه بيحصل الكلام ده؟ بعد تولرنس، يعني انا خدت كنت بشرب سيجاره، بعد كده بدات اشرب سيجارتين عشان كيف، بعد كده ثلاثه سجاير علبه، بشرب هيروين بدات بنص جرام، بعدين جرام، بعدين 5 جرام، 10 جرام عشان اعمل مزاج، حشيش بدات بنفس، بعدين نفسين، بعدين سيجاره، بعدين جوينت، بعدين مش عارف بوب، بعدين بقيت اشرب كل يوم 5 سجاير، بقيت كنت بشرب مره في الاسبوع يوم الخميس، بقيت بشرب كل يوم، ده تولرنس، جسمك عمال خلاص بقى ساتيسفايد الريسبتورز، فانت بتضطر تعلي جرعه الدواء علشان او الفريكونسي بتاع اخر الدواء عشان تعمل الدماغ المظبوط، صح كده؟ طيب بعد كده ما خدتش الحاجات دي يحصل لك اعراض انسحاب. الاعراض الانسحاب عكس الاعراض بتاعت الماده، يعني انا باخد منومات حصل لي ما بقتش اخد منومات، يوم نسيت يحصل لك عكسها، تبدا صاحي طول الليل، عكسها بالدرور، عرض انسحاب، وتحس بقلق وتوتر وتورش في جسمك زي ما بنشوف في الافلام كده وعادل امام وفيلم النمر والانثى والكلام ده. طب ايه انواع المخدرات؟ انواع المخدرات ماده بتصحصح، ماده بتعلي وبتنشط المخ، ماده بتنيم، ماده بارشل بتعمل ده وده. المواد اللي بتنشط المخ يا جماعه زي ايه؟ زي اول حاجه النيكوتين، بتشتغل على النيكوتينيك ريسبتورز. الحاجه وبيعمل ايه؟ بيعمل تريمورز اللي بيشرب سجاير يا جماعه دايما تلاقي ماسك فريش سنه كده دايما تلاقيه بينهج، لاحظوا كده في زمايلكم المدخنين ايده فيها رعشه خفيفه وعنده تريمورز وبالبيتيشن. ايه تاني مواد مكيفه؟ مجدد كافيين، برافو عليك، بيشتغل على الادينوزين ريسبتورز وبيعمل تريمورز وتاكي كارديا، ولما في الويدرول بتاعه بيعمل انكزايتي، كلهم في الويدرول بتاعهم بيعمل ارتابيلتي وبيعمل فتيج لانهم منشطات. نفس الكلام ايه تاني مواد منشطه؟ الكوكايين، برافو عليك، بيشتغل على الاوبيويد او الدوبامينرجيك ريسبتورز، هو والامفيتامينز منشطات اللي هي يعني محرمه دوليا في الرياضه، امفيتامينز بتشتغل على الدوبامين ريسبتورز وعشان كده ادمانهم عادي قوي، تمام؟ دول برضه نفس الكلام، انا باخد حاجه بتنشطني ما خدتهاش، كسلان وكسلان وتعبان، عشان كده المريض انت بتعرف هو يقول لك ايه، في واحده ام بتيجي بتقول لي الولد بقى منتظم قوي، بقى كويس قوي، بقى مظبوط جدا، خلاص؟ فهو الولد ادب، فبقول لها فانا قعدت معاه انا خلاص فهمت لما قالت لي كده ان خلاص هو كان بيقطع في المخدرات وما يشرب كل يوم، خلاص دماغه عاليه على طول. فالام بتقول لي ده اتحسن، اتحسن ايه حضرتك؟ ده هو بقى منتظم ما شاء الله عليه على المخدرات، بقى منتظم بياخد كل يوم بعد مره في الاسبوع،
فهي دي الكلام. فهي طبعا انت لازم تاخد هيستوري كويس والمونيتور بتاع الاكشن ذاته جدا هيعرف ايه يعني اللي يفهم كده في السيجاره ممكن يضحك عليه ممكن يضحك بيبقى ضحك على امه وعلى ابوه وعلى الجيران وسالف من ده فلوس ومن ده. اول ما تلاقي حد بياخد فلوس بكثره فلوس مش معروف هي رايحه فين بدا يبيع حاجات من البيت داخل كده واخد الفازه من النيش ونازل بايعها عشان يجيب مخدرات. ابوه سايب فلوس كبش فلوس ما بيعدش ابوه روح ايه طالب له 200 جنيه مش فيه مش واخدين باله بدا ياخد اللابتوب بتاع اخوه ينزل يبيعه. والله زي ما بقول لك كده بيبقى مشاكل مشاكل في العائلات وخناقات باع صيغه امه باع مش عارف ايه عنده عربيه باع يستن عشان يجيب بيه مخدرات. والله العظيم بنسمع هذا الكلام وبنشوفه بعينينا تمام. وخصوصا ده بقى الحاجات التقيله بقى انت قايل بقى الهيروين الكوكايين الكحوليات الحاجات اللطيفه. في سي ان اس ديبرسنت الحاجات المهدئه زي البنزو دايازيبين الحاجات اللي بتتشم الواد اللي بيشم كل الكوبري ده كل دي بتشتغل على الجابا ريسبتور. الكحول بيشتغل على الجابا ريسبتور كلها حاجات الانتوكسيكيشن لما بياخدها بتعمل سيديشن وبتهدي العيال والويدرول بتاعها بيعمل انكزايتي وفنس زي ما قلت لك ان ممكن العيال يخش في تشنجات بسبب انا عندي حاجه بتعمل سي ان اس ديبرسنت بطلت اخدها بيحصل اكسايتيشن في البرين سيلز والعيال يخش في ايه في فيتس تمام يا شباب. طيب عندي الحاجات اللي في النص بقى بارشيال بقى المهلوسات واللي بتشتغل على الجلوتاميت ريسبتور زي ال اس تي دي الحاجات دي المهلوسات دي يا جماعه اللي هي الاكستسي والحاجات اللي هي بياخدوها في الكباريهات وبياخدوها في الديسكوهات والحاجات دي كلها اللي هي بتعمل دماغ وبتعمل مش عارف اللايت دي وتعمل الجي والكلام ده بتاع احمد مكي ده بتضرب الدماغ دي بياخدوها في الايه في الديسكوهات ودي بتشتغل على الجلوتاميت ريسبتورز بارشيال. نعم لا اللي هي اقراص الهلوسه كل الاقراص لا كل الهيلنز حاجات بتتشم هي والبنزين والجو والجو اللي بيلزق دي الطوابع دي حاجه لا اللي بيشم كل ده انهيلر لا بيشم ده لا اللي بيشم كل دي سي ان اس ديبرسنت يعني كل دي ماده عرق حب بيلزقوا بيها كده حاجه زي كده سمك ماده كده بيلزقوا بيها بس ريحتها نفاذه قوي. مش في ناس بتحب ريحه البنزين؟ ايوه لا بس دول بيشعلوها بعدين بيحرقها. طب ايه فعلا ليها تاثير ده؟ ليها تاثير ده الواد اللي شامل كل ده بنعرفه بيبقى جاي من تحت بيبقى اجريسيف جدا وجريء جدا. ده الواد اللي بيجي لك في الاشارات اللي هو ايه يقعد يخبط على الازاز تشاور له كده يلزق لك بارت ويحط لك بقه ويعمل لك كده في وشه على الازاز وينط على شنطه العربيه اول شام وبيبقى لسانه قليل اجريسيف جدا بيخبط كتير وبيبقى عامل دماغه اهو ويشتم الضابط نفسه يا حبيبي ده هيمسكك من فوق ما فيش ما عندوش بقى الجادجمنت دي خلاص هو فقد دماغه وشام كوريستابل يجي الحشيش بقى الاستروكس نوع من انواع الحشيش نوع من انواع الحشيش ونوع من انواع يعني بص يا جماعه لم نكن نتخيل ان فيلم الكيف هيبقى حقيقي. انت دلوقتي كان زمان عشان تعمل هقول لك ازاي كان زمان وده الايرا دي بدات فعلا من الثمانينات وقت الفيلم لما جه لما حصل فاكرين عارفين فيلم الكيف؟ الفكره بتاعت الفيلم ده ايه؟ هما كان بيعمل حنه وخلطه ومش عارف ايه. دلوقتي بقوا يعملوا حاجه اسمها الحشيش المصنع. انا كان زمان عشان ابقى تاجر حشيش كده فخم واركب المرسيدس كان لازم يبقى عندي 10 فدادين حشيش عشان اعمل بقى منتج حلو وابيع واكسب. دلوقتي انا اجيب اوضه تحت السلم متر في متر واعمل حشيش مصنع يطلع لي اكتر من 10,000 طن حشيش يعني كاني بالظبط عندي 100 فدان حشيش مصنع. ليه؟ الايفكت بتاعه يعني انت دلوقتي كان زمان تشرب سيجاره الحشيش ليها تاثير احنا عارفينه وبيخش لو جه في التوكسيكولوجي احنا عارفين خلاص نقدر نساعده ازاي. دلوقتي احنا مابقاش عارفين هو واخد ايه من كميه الكيميكالز اللي متخلطه جوه الحشيش والستروكس دلوقتي تمام. فانت عندك حشيش مصنع السيجاره الواحده تساوي اكتر من 20 سيجاره حشيش. شوف قد ايه اوضه تحت السلم فما بقاش فبقت كتيره وافيلبل
في الحواري والخنادق والمش عارف ايه وايه، كله بقى عنده مصنع حشيش مصنع. الحشيش المصنع ده معمول من مواد كارسينوجين، ومواد بتعمل ابيليبسي، مواد بتاثر بتعمل نيورونال ديث، بيموت خلايا المخ. يعني فين زمن الحشيش الكبير؟ ما كانش فيه كل ده، كان الحشيش اللي بيشرب حشيش بيور، دول الناس الاغنياء اللي بيشرب بامبو، هو ده اوحش حته في ظهره الخشخاش. فده بياخد يعني سوري في الكلمه اللي هو بودره الحشيش، يعني مش حاجه نظيفه. دلوقتي انت بتحط لي عليه مواد كيماويه، وبيحطوا عليه مواد لزج ومواد سمخ ومواد مش، بيحطوا عليه مواد كارسينوجينيك. المواد المصنعه بيجي لنا المريض مش عارفين عنده ايه، بيجي يخش في كوما ودف في خلال نص ساعه من الحاجات المصنعه دي. فبقى تاجر الحشيش بقى التجاره شهيه جدا، بقى انا اوضه تحت السلم وابقى برنس الليالي بقى غني جدا، مش محتاج اراضي زراعيه، الحكومه مش هتشوفني، انا خلاص تحت ما حدش واخد باله مني. وفي ناس بتعملها اوضه في شقته اللي ساكن فيها عادي جدا، زي ما كنا بنشوف في فيلم الكيف، ونحن عارفين ان ده في يوم من الايام ممكن يبقى حقيقه، وحقيقه قاتله كمان. طيب ايه الاسباب؟ يعني مش معنى فلان يبقى مدمن فلان، في جينيتك بريدسبوزيشن، استعداد جيني، في استعداد في البرسونال، الشخصيات اللي دايما بيزهق، دايما بيمل، دايما اطفال عنده مود سوينجز، تغيرات مزاجيه، بيحب البوردر لاين بيرسوناليتي، الانتي سوشيال بيرسوناليتي، الشخصيات اللي ضد المجتمع تحب تعمل اي حاجه غلط، او الشخصيات اللي بتزهق بسرعه وعندها ملل وعندها نوفاليتي سيكينج، تحب تجرب كل حاجه، جرب الحشيش، جرب الافيون والبامبو، ودلوقتي دخلت في القصه كمان البنات، جرب الكحول، جرب الحشيش، جرب كذا. يعني في واحده بيشنت عندي والله العظيم عامله دماغ كل حاجه، ما فيش حاجه ما بتاخدهاش، وبتديني ضربه كل المواد دي، وطبعا انت بتلعب. ودخل دلوقتي طبعا الادويه والكيميكالز، غير التغذيه. في ميلز كتيره جدا ماشيه على ترامادول، في ميلز كتيره جدا ماشيه على ليريك، في ميلز كتيره جدا ماشيه على حشيش عادي زي الميه كده، في ميلز كتيره جدا ماشيه على الكحول. بقى في مجتمعنا الشرقي كان ده بره، دلوقتي مجتمعنا احنا الشرقي ماشيين على كده. يعني ازاي ده؟ وانا كنت بكلمك في اول المحاضره على السبستنس ابيوزنج ماذر والبريجننسي بتاعها والامراض النفسيه والوذرو اللي هيجيلها ويجي للطفل، والطفل اللي هيموت بسبب الادمان، والطفل اللي هيجيله ابيليبسي ومنتال ريتارديشن بسبب المواد الاديكتيف دي. المهم ففي زي ما قلت لك حاجات في البيرسون نفسه، في حاجات ثانيه في المجتمع. الانفايرمنت، لو انت عايش في كندا او عايش في بولندا افيلبل بالنسبه لك، مش بروهيبيتد، مش هتقفش بالحكومه لو انت معاك حشيش يعني في كندا ولا في اسمها ايه دي؟ المغرب، بولندا، المغرب كمان؟ ولا لا يعني يا سبحان الله. لا في امريكا بس في كندا. لا كندا دلوقتي كمان شغالين، لا كندا طيب الكلام ده، انت خلاص الظروف تسمح ان انت خلاص تشرب بقى عادي، تاخد لبان، تاخد مصاصه، تاخد مش عارف ايه، تشتري عادي خالص سموكينج، كلام شوكولاته في الالكوحول شوكولاته كذا، المجتمع لو يسمح. اخلص على طول واسيبك بس. المجتمع بيسمح لو انت في البيت بيسمحوا، في عائلات بيشربوا مع بعض عادي خمره، بيشربوا سجاير مع بعض وحشيش مع بعض، في عائلات كامله بيشربوا حشيش مع بعض مخدرات، هيروين، حشيش برضه، عائلات فاميليز كده بيشربوا، فده افيلبل، فده في المجتمع بتاعك مفيش اي مشاكل. الضغوط النفسيه، اهلك وقرايبك ومعارفك، الناس اللي حواليك ضاغطين عليك ان انت تشرب، يعني اصحابك خد يا عم جرب، انت مش راجل ولا ايه؟ في ايه يا عم ما تشرب؟ بس الحاجات دي كلها عايز حاجه؟ طيب لا الحاجات السوشيال فاكتور، في بايولوجيكال فاكتور زي ما اتفقنا، الناس اللي هو انت دلوقتي عندك حته في البرين اسمها نيوكليس اكامبلز. النيوكليس اكامبلز ده عباره عن ايه؟ عباره عن الحته اللي بيشتغل عليها الدوبامين، اللي بتدي الريورد، بتدي هابينس. في حته من الباك واي كده او سيركت اسمها الريورد سيركت من الفنترال تيجمنتال اريا في البرين ستيم للنيوكليس اكامبلز. لو الدوبامين افرز فيها كميات كبيره يعمل الادمان والسعاده دي. وعشان كده الهيروين بيضمن من شمه دي شمه واحده تعمل اديكشن على الهيروين. ليه؟ لانه بيشتغل السيركت دي بمنتهى القوه، فالعيان يحس احساس افراز النشوه غير طبيعي،
غير طبيعي، سعيد سعاده غير طبيعيه، فعايز يكرر الموضوع ده. يبدا ياخد الهيروين تاني نص جرام اللي خده قبل كده ما جابش، ياخد واحد اثنين ثلاثه 5 جرام 10 جرام لحد ما يجيب نفس الايفكت ولحد ما يموت من الاوفر دوز. ليه؟ لان الهيروين بيعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري ديبرشن. العيان اللي ماشي على الهيروين او اي حاجه من المنومات او الكحول بيعمل ريسبيراتوري ديبرشن، فالعيان ممكن يموت بسبب ريسبيراتوري ديبرشن. طب ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن العيان ده يتعرض لها؟ اول حاجه السايكولوجيكال كومبليكيشنز. العيان اسمه ديوال دايجنوزيس. يعني ايه ديوال دايجنوزيس؟ عيان سبستنس اندوس ديبرشن، سبستنس اندوس سكيزوفرينيا. يعني ايه؟ يعني واحد ما كانش عنده حاجه خالص، عايش حياته طبيعي جدا دي، مره واحده راح رايح واخد مواد مخدره، بعد شهر بدا يجيله يشك في اهله انه عايزين يسموه، وما كانش عنده مرض نفسي بس عنده الاستعداد للمرض. مين اللي ظهر المرض؟ المخدرات. فنقول عليه ديوال دايجنوزيس، عنده يعني مدمن وعنده ديبرشن، مدمن وعنده سكيزوفرينيا. بنقول عليها substance induced mood disorder, substance induced mania, substance induced depression, substance induced schizophrenia, substance induced anxiety disorder. الحاجات دي كلها. طيب انا هعالج هعالج اي مرض ولا هعالج الاثنين؟ هعالج الاثنين مع بعض. المهم فتبدا بعد كده dual diagnosis comorbid بقى. العيان يخش في depression لازم تعالجه depression، psychosis تعالجه psychosis، addiction تعالجه addiction. يبدا بعد كده الكومبليكيشنز الثانيه يجيله ميديكال كومبليكيشنز. العيان ده اللي بيشرب ده تيجي تخدره وهو هيعمل عمليه ما بيتخدرش، ده ما بينامش، عايز كميات كبيره، وبالتالي يخش في كومبليكيشنز بتاع تخدير اكتر، يخش في حاجات ميديكال ثانيه، يخش في اندوكاردايتس، انفكتيف اندوكاردايتس، يخش في ثرومبوفلايبايتس بسبب الحقن اللي بيحقنه. وبعدين عيان الهيروين ده بيحقن في اي حته، يحقن نفسه كيوبيتال وراديال ويحقن فيمورال ويحقن جاجولر، بيحقن في اي حته، فبيجيبوا اندوكاردايتس، انفكتيف اندوكاردايتس. ومنهم ناس بتخش بتعمل عمليه قلب مفتوح يغير صمام ويغير شريان كابج. في واحد عنده 23 سنه كان محبوس في مستشفى الطب النفسي ادكت، مغير 3 شرايين وصمام، يعني من الادكشن كله انفكتيف اندوكاردايتس من الحق. يجي لهم اتش اي في، يجي لهم هيباتيتس سي، هيباتيتس بي، شوف حياته راحت راحت. العيان بيبقى عنده 20 سنه وعنده امراض الدنيا والاخره، وبيموت بعد كده من الكومبليكيشنز بتاعت المرض، يا اما الكومبليكيشنز الميديكال، يا اما الكومبليكيشنز السايكايتري، يا اما يبقى هوميسايد سيوسايد، ينتحر او يقتل حد او يعمل موتور كار اكسيدنت. مش بيقول لك كان سايق تحت تاثير المخدر، او كان سايق وهو سكران، او اتقلب بالعربيه وهو سكران. نفس الكلام العيان ادكت، بقول عليه العيان ان هو مريض عايز علاج، مش عايز انك تسجنه بس، عايز تسجنه عايز علاج. تمام؟ كل دي كومبليكيشنز. طيب سوشيال كومبليكيشنز، مراته تطلب الطلاق، يسيب شغله، ما بيروحش شغله، لان بعد فتره بيبقى حياته كلها الماده المخدره. ها هنجيب منين حشيش النهارده؟ وهنجيب منين كحول النهارده؟ هنشرب الساعه كام؟ هنتجمع فين؟ وهناخد قد ايه؟ وبعدين يبدا باقي الوقت خلاص طول، يعني قاعد طول اليوم يجمع الحاجه اللي هيشربها، وبعدين يقعد له ساعتين ثلاثه بيشرب، وبعدين يقعد بقيه اليوم واليوم الثاني نايم عشان يفوق من العمل في نفسه ومن الصداع والفتيل. بقى حياته كلها مخدرات، ما بيروحش قعده العيله، ما بيروحش التجمعات الاسريه، ما بيروحش شغله، ما بيروحش جامعته، ما بيروحش مدرسته، ما بيتكلمش مع مراته، بيتخانق، بيسرق، فاينانشال لوسز، يكتب شيكات على نفسه عشان ياخد فلوس يجيب بيها مخدر، يرهن عربيته، يلعب قمار عشان يعوض خسارته. كل الكلام ده جامبلينج اللي هو القمار، يلعب قمار عشان يعوض او يجيب فلوس يشرب بيها، يخسر كان عنده ميراث. انا شفت ناس باعوا ميراثهم كان ملايين والله العظيم عشان ادكت على الكحول مثلا او ادكت على هيروين. انا اللي انا عارفه كان ادكت الكحول كان عنده ملايين ملايين ايام الرخص. كل ده خسروا. طب عالج المريض ازاي؟ عالج المريض بكذا حاجه. اول حاجه تعملها لو العيان داخلي في يعني واخد اوفر دوز او داخل في ويثدرو، بتدخله طوارئ، تشوف الفايتال ساينس، تديله فلوز، تديله الانتي دوت بتاعه، وتعمل شورت تيرم بلان، تشوف العيان ده مش مجرد ان انت هتبطل او تعمل له ديتوكسيفيكيشن للماده اللي بياخدها، لا انت العيان
بتشوفه اوفر اول، هتعمل له اول حاجه اسمها موتيفيشنال انترفيو. اول حاجه انت بتيجي تكلم العيان تقول له انت شايف ان المشاكل اللي انت تعرضت لها في البيت او الشغل او 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 بسبب الادمان، يقول لك لا انا الادمان انا في ايدي، انا اللي بتحكم فيه مش هو اللي بتحكم فيه. اعرف ان الراجل ده لسه بدري، لسه بدري ما اقتنعش لسه. انما في واحد بعد ما تتكلم معاه وتشرح المشاكل دي حصلت عشان انت بتشرب وعشان انت بتعمل كذا والشغل اللي رفضك عشان ما بتروحش عشان تفضل نايم طول النهار بسبب المخدر، يبدا يقول لك طيب انا فاهم ان في مشكله بس يعني ما اعرفش اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. فتبدا تنصحه تقول له يعمل ايه، تساعده ازاي يبطل. يبدا هو يقول لك طيب خلاص انا اقتنعت، ايه الخطوات اللي اعملها؟ تبدا تحط له بلانز وستبس ان هو يبطل، ان هو يبعد عن اصحابه اللي بيساعدوه انه يشرب، يبعد عن الاماكن اللي فيها شرب، يبعد عن ما ياخدش فلوس كتيره معاه عشان ما يبقاش سهل يشتري، يبدا يندلج في اكسرسايز، لو حس انه تعبان يكلمك او يروح المستشفى، لو حس باكتئاب بتعالجه من الاكتئاب، يبدا كل ده. طب انا اعمل ايه؟ طب تبدا تحمسه بقى ان تحط حاجه اسمها ريسك بينفيت، تحط له المنافع قدام المساوئ. انت كنت عايز تبقى ايه؟ والله انا كان نفسي ابقى دكتور مثلا، او كان نفسي انا مهندس. طب انت دلوقتي لسه ما خلصتش ثانويه عامه وبقيت مدمن ومش عارف تذاكر والمدرسه رفضتك، ده اللي انت كنت عايزه؟ فتبدا توضح له الحقيقه، لا والله ده اللي انا مش عايزه، طب اعمل ايه عشان ارجع تاني باك اون ذا تراك؟ تبدا الموتيفيشنال انترفيو. طب انت شايف فعلا دي مشكله؟ مشكله، طب هاخد خطوه. يبدا ياخد خطوه، تبدا تدعمه نفسيا وتبدا تديله تشجيع وتسهل له المهام. عايز يعمل اعاده تدخل تاني مثلا في الكليه او يروح تاني يقدم في شغله، يبدا يبقى عنده، تساله انت عايز تبطل ليه؟ هو لازم يبقى عنده سبب، لانه لو ما عندوش سبب وما عندوش الرغبه انه يبطل مش هيبطل. هتدخله تحجزه في مستشفى ويطلع ما بطلش بره. فتبدا يبقى هو انت ايه الدافع انك تبطل؟ لازم تساله السؤال ده ولازم يعرف اجابته. والله انا الدافع مثلا خطيبتي. انا خطيبتي بصراحه انا هبطل عشان مثلا، هبطل عشان ابويا، هبطل علشان نفسي، انا تعبت وبوظت عربيات كتيره اتقلبت بيهم واتحبست كذا مره، لان انت برضه في فورنسيك كومبليكيشنز، اتمسك ايجار، اتمسك تعاطي، اتعمل عليه قضيه، اتاذيت كتير، بقى عليا قواضي، اصحابي نبذوني ما بقوش يقعدوا معايا، ما ليش اصحاب، كل الناس تبعد عني، يقول الواد المد اللي راح الواد المد من كده، انا خلاص بقيت منعزل عن المجتمع، ازاي ارجع تاني؟ فالعلاج بياخد سنه، علاج دوائي وعلاج تاهيلي وعلاج نفسي، ويتابع في المستشفى ويبقى عنده وعي ويبقى عنده رغبه انه يبطل. وخلي بالك انه ما ينتكس بريفنشن اوف ريلابس، ان هو ينتكس تاني. طب الجرادي ولا الدكتور هو عاده خلاص اللي عايز يبطل هي خلاص القرار مره، هيقعد يقول لك الجرادي عمره ما هيبطل، جربناها كتير وما نفعتش. بكره بطل من اول اسبوع اخر علبه، كل الكلام ده ما بيجيبش. يجي بعد كده انت المريض بتعمل له التاهيل نفسي وعلاجي، بتبدا تنظم له وقته، تبدا تعمل له في حاجه اسمها مثلا يخش في انونيمس او زي مؤسسات، كل المرضى اللي عندهم بيشربوا الكحول بيعملوا جروب ويقولوا خبراتهم لبعض، يساعدوا بعض ازاي يبطل، يقعد في حاجه اسمها جروب ثيرابي، فاميلي ثيرابي، تعلم اهله هو نفسه، تعمل له سايكو ثيرابي، سايكو اديوكيشن، وتعلمه يعني ايه المرض وايه المفاتيح اللي بترجعه تاني للادمان، ازاي يتعامل مع الاسترس، عشان هو اول ما بيتعرض للاسترس يروح رايح يشرب، خطيبته قفشت عليه يروح نازل سكران. تاني في ناس اعرفوا اتعرضوا لانتكاسات بسبب مارتال بروبلمز، اول ما مراته سابته رجع يشرب تاني، اول ما حصل ابوه توفى رجع يشرب تاني. فكل ده انت بتاهله ازاي يتعامل مع الضغوط النفسيه، ازاي يعني تو مانج هيز ايموشنز، ازاي يتعامل مع مشاعره، ازاي يتعامل مع الغضب، ازاي يسيطر على السلوك بتاعه، كل دي حاجات بتعلمها له. في طبعا ادويه بنساعده، بعض الادويه بنستعملها زي نوع كده ايه مثلا بنستعمل في الالكوكول بعض الادويه زي الاكامبروزين. الدواء ده لما بياخده المريض ويجي يشرب كحول يروح مرجع وبطنه ترجعه ويحصل له ضربات قلب، فانت بتعمل له زي بانشمنت. اكامبروزين؟ اكامبروزين. ده الدواء ده بتديه له، هو اصلا بيشتغل كومبتيتف مع الالكوكول. هو يروح يمسك في الريسبتورز قبل الالكوكول، يجي الالكوكول يمسك في الريسبتورز يروح عامل سايد افكتس.
فالعيان يقعد يرجع ويدوب بقى الى الله ويشرب بقى وهو بياخد الدواء. طبعا هيعمل ايه؟ هيبطل الدواء طبعا. مش هياخد الدواء يعني، هياخد الانف ولا مش هياخد الدواء؟ بياخد الادويه طبعا، بيمشي عليها فتره ولما بيتحسن بيوقفها. ادويه ثانيه زي الميثادون، زي دلوقتي في النيكوتين جامز والنيكوتين باتش والحاجات دي كلها بتحسن الموضوع ده. طبعا ما تنساش الادويه النفسيه بتاعتنا، وان هو يحضر الجروب. معلش طولت عليكم النهارده، موضوعاتكم مشكله بس اعتقد انها موضوعات لطيفه كلها هتاخدوها في الحياه. تمام، نشوفكم على خير وان شاء الله. دكتور